السلام عليكم. بإذن الله في هذا الفيديو راح نشرح محاضرة 14 وهو جهاز تنفسي. ظل محاضرة 15 عن المد، إن شاء الله راح نشرحهم طول المحاضرات، راح تشوفوا قديش هم سهلين، إن شاء الله ننجزهم بأسرع وقت. بالنسبة للريسبيراتوري سيستم، الجهاز التنفسي الهدف منه دائما، الهدف الرئيسي أو الوظيفة الرئيسية منه دائما هي ايش؟ هي تزويدنا بالاكسجين، ماشي؟ لانه خلايا جسمنا تحتاج ريكوير للاكسجين عشان تقوم في ايش؟ عشان تقوم ب السيلولار ميتابوليزم، او تتذكر السيلولار ريسبيريشن، التنفس الخلوي، علشان تصير تنمو وتدافع عن نفسها وتنقسم. فهي بتحتاج دائما لايش؟ لطاقه، بتعمل سيلولار ريسبيريشن عشان تنتج طاقه وتحافظ على نفسها وتنقسم وتنمو وتدافع عن نفسها. كمان الخلايا بعد ما تاخذ الاكسجين وتسوي عمليات التنفس الخلوي بتطلع ثاني اكسيد الكربون، ماشي؟ ثاني ايش؟ اكسيد الكربون. هلا ثاني اكسيد الكربون كيف بينتقل في الدم؟ كيف بينتقل ثاني اكسيد الكربون في الدم؟ ثاني أكسيد الكربون CO2، ثاني أكسيد الكربون راح يرتبط مع الماء الموجود في بلازما الدم ويتحول لإيش؟ يتحول لكربونيك أسيد، ماشي؟ اللي هو راح يتحول للكربونيك أسيد اللي هو H2CO3، أوكي؟ بعدين راح يتحلل الكربونيك أسيد لبايكربونات اللي هو HCO3- زائد ايش؟ زائد H+. وهذا البايكربونات طبعا راح يفوت على في داخل كريات الدم الحمراء، هو راح يصير بعدين راح يرجع يطلع هذا البلازما او البايكربونات، يطلع للبلازما وينتقل تا يرجع للرئتين، بعدين برجع بعملية عكسية تنطلع ايش؟ CO2. اذا عملية نقل CO2 في عملية نقل CO2 في الدم يتم عن طريق ايش؟ البايكربونات، اغلبه عن طريق البايكربونات، يعني في له طرق ثانية ولكن النسبة الاعلى عن طريق البايكربونات. فالخلايا بشكل عام تحتاج ل ريموفل للCO2 وانها تاخذ ايش؟ O2، ماشي؟ انها تاخذ O2. طيب مين بيساهم لنا انه نعطي الخلايا O2 وناخذ منها CO2؟ اللي هو جهازين، الجهاز التنفسي اللي هو فعليا مفوت لنا الاكسجين من الجو، والجهاز الدوراني او جهاز القلب الدموي، لانه هو اللي بينقل لنا ايش؟ الاكسجين. ف The major function، يعني الوظيفة الرئيسية دائما، الوظيفة الرئيسية لجهاز التنفسي هو provide أو تعطينا gas exchange، اللي هو يعطينا الأكسجين، يعني هذا الهدف الرئيسي منه، يعطينا أكسجين ويطلع ثاني أكسيد الكربون. هلا راح نصير نفوت بأشياء أدق، وراح نعرف أشياء وظائف بيسويها الجهاز التنفسي، وظائف غير تنفسية. طيب خلينا بالوظائف التنفسية. الجهاز التنفسي dry air from atmospheric، يعني بجفف هذا الهواء الجاف اللي بيجينا من الجو، راح يمر من خلال النوز، من خلال الأنف. في الأنف راح يصير له فلترة وراح يصير له warming، يعني يتدفى ويترطب، ماشي؟ عشان نحافظ على انه ما يأثر على اي جزء من اجهزة الجهاز التنفسي. فبنفس الوقت بيكون في عندنا مخاط على جدران القناة التنفسية بتمسك ايش؟ الدست. قبل المخاط كمان الهيرز الموجودة في الانف، اللي هم الشعرات الموجودة في الأنف، هذولا كمان من وظائفهم trapping، بمسكوا من الدست. فالهواء the move air to and from
exchange surface of the lung. يعني وظيفته انه يفوت لنا الهواء للداخل للرئتين ونعمل عمليه ايش؟ عمليه الجازز اكسشينج. اوكي، الجازز اكسشينج between the surface area of the air and the blood. لانه بده يكون في عندنا الجهاز التنفسي، بده يكون في عندنا وعاء دموي، فبده يكون في عندنا هون اسطح، في عندنا اسطح، فبده يصير في عندنا تبادل بين الجهاز التنفسي اللي عنده الاكسجين وايش والشعيرات الدمويه اللي محمله دم في ثاني اكسيد الكربون مثلا نطلعه. تمام، فهي ايش؟ فهي عمليه اكسشينج سيرفيس اريا، ماشي، مساحه سطح لتبادل. يعني الجهاز التنفسي بيعطينا مساحة سطح للتبادل مشان نعطي ايش؟ نعطي الدم الاكسجين وناخذ منه ثاني اكسيد الاكسجين. كمان الجهاز التنفسي بروتكت ذا ريسبيراتوري سيرفيس فروم ذا اكسترنال انفايرمنت، بيحمي ايش؟ بيحمي الاسطح، في عندنا حماية للاسطح، الاسطح الجهاز التنفسي من الجو او من محتويات الجو الخارجي. اوكي، طيب بالنسبه للوظائف الوظائف الجهاز التنفسي، وظائف لا تنفسيه، يعني وظائف بسويها بس هي وظائف مش تنفسيه، زي انه بيساعدنا بالسنس اوف ذا سميل، بالشم، بيساعدنا في الشم، كمان بيساعدنا في انتاج الصوت، فويس برودكشن هم يسموه فويس بوكس، اللي هو لما يكون في عندنا عملية expiration مع مين؟ مع الفوكال كورد، يعني عملية الزفير مع الحبال الصوتية بتنتج لنا produce sound. اوكي، ثالث شغلة اللي هو انه محافظة على ايش؟ المحافظة على التوازن الحمضي القاعدي، قلنا لكم، لانه ممكن ينتج لنا البايكربونات. طيب ف كفسيولوجي للريسبيريشن، ريسبيريشن سهل او بسموه الفنتيليشن، عمليه التنفس هي انسبيريشن شهيق او انهيليشن، واكسبيريشن ايش؟ الزفير. الانسبيريشن الهدف فيها انه ندخل هواء غني بالاكسجين، ماشي، لوين ندخله؟ للرئتين. الاكسبيريشن هدفها او تعني يعني الهدف تاعها انه نطلع السي او 2، ماشي، اللي تكون داخل جسمنا وتكون من خلال عمليات الأيضية، نطلعه من الرئتين إلى إيش؟ إلى خارج الجسم. أوكي، من الرئتين إلى خارج الجسم. هلا مين بيشتغل؟ طبعا كيف راح ننقلهن من الأنسجة للرئتين أو من الرئتين للأنسجة؟ عن طريق إيش؟ الدم. طيب يعني مين اللي اشتغل في عمليات، يعني مين اللي تشارك وشو السيستمين تشاركوا مشان نعطي ايش؟ نعطي الخلايا والانسجه كميتها وحاجتها من الاكسجين، اللي هو الكارديوفاسكولار سيستم وايش؟ والريسبيراتوري سيستم. طيب نروح على ايش؟ على كومبوننت ريسبيراتوري سيستم. خليني بس اوضح لكم شغله، دائما أجزاء الجهاز التنفسي بنقسم دائما في عندنا إيش؟ تقسيمه حسب المادة. يعني مثلا في عندنا الأناتومي بقسموه أناتومي، التشريح بقسموه تقسيم عشان محتوياته، والفسيولوجي بقسموها تقسيمي ثانية. كيف يعني؟ يعني الاناتومي بقسمنا الريسبيراتوري سيستم بقسمه الى قسمين، ريسبيراتوري سيستم ابر بسموه ابر ريسبيراتوري سيستم، وبقسمنا يا اللور، ماشي، اذا جهاز تنفس علوي وسفلي، هذول الاناتومي هيك بقسموه. اما بالنسبة للفسيولوجي بيقسموه لقسمين، اللي هو بيقسمه الريسبيراتوري سيستم بيقسموه لا كوندكتيف زون، وبيقسموه لريسبيراتوري زون. وهسه راح نشرح كل واحدة فيهم.
بس اذا بده يجيبه بالامتحان، قلت لك دائما امتحانك شو فسيولوجي، فتركيزك على الفسيولوجي، ولكن لازم نعرف كيف تقسيمتهم كاناتومي، لازم هم هنا يعني. بس بنصير نقولكم شو الفرق بيناتهم. اهم إشي تعرف لي انه في عندنا تقسيمتين للجهاز التنفسي، تقسيمه اناتومي وتقسيمه فسيولوجي. تقسيمه الاناتومي اور لور، تقسيمه الريسبيراتوري كوندكتيف زون ريسبيراتوري زون. راح نشرح كل واحد بالتفصيل اليوم، بس بالاول بدك تكون عندك هاي المعلومه انه في تقسيمتين. فبدنا نحكي عن محتويات الجهاز التنفسي. محتويات الجهاز التنفسي يعني بالشكل العام شو بيحتوي الجهاز التنفسي؟ على الرئتين وايش و اللي هي شجرة القصبات الهوائية اللي هو المجرى، ايش مجرى التنفسي. هاي هذا الجهاز التنفسي. الجهاز التنفسي عبارة عن مجرى تنفسي، وهي المجرى التنفسي من الانف حتى وصول اخر شيء لاخر البرونكيولز وحتى الحويصلات، اوكي، واللنجز. يعني هذول الشغلتين هم كمحتويات للجهاز التنفسي، المحتويات الرئيسيه. قلنا في عندنا تقسيم للجهاز التنفسي، هاي تقسيمه اناتومي، ابر ريسبيراتوري ولور ريسبيراتوري. ماشي، في عندنا ابر ريسبيراتوري ولور ريسبيراتوري. تفرجوا من الانف هنا للحلق للفرنكس هنا، هذا بنسميه ابر ريسبيراتوري، بسموه جهاز تنفسي العلوي. من عند اللارنكس، من عند الحنجره لتحت لعند الحويصلات الهوائيه، هذا بنسميه لور. فمشان هيك بقسموه قسمين، ابر اند ايش اند لور. خلونا مثلا راح نحكيهم بالتفصيل، ولكن خلينا نعرف اول شيء المحتويات. خلينا نقرا شويه عن الرئتين. الرئتين لو نيجي نتفرجها بتتكون من ايش، في عندنا رئه يمنى ورئه ايش يسرى، هاي الرايت وهاي ايش وهاي الليفت، هاي الرايت وهاي الليفت. لو نتفرج على الرايت بنلاقيها اكبر من الليفت، هاي واحده، وبنلاقيها وايدر اوسع منها. الليفت بنلاقيها اصغر من الرايت، وبنلاقيها يعني مش اصغر، بتلاقيها نرور يعني اضيق من ايش، اضيق من الرايت، يعني الليفت اضيق. بتكون دائما انت حطوا براسك اياه الاصغر او الاضيق، خلينا نحكي اللي هي الرئه اللي من جهه القلب اللي هي الليفت، اوكي. اكمل لوب عندها مقسومه الى قسمين، بس لوبين عندها، لوبي سوبيريور وانفيريور. فاكمل لوب راح نلاقي عندها تو لوبز، اللي واحد علوي وسفلي، سوبيريور علوي والانفيريور ايش سفلي. الرايت كبيره، فمشان هيك عندها اكمل لوب، ثلاثه لوب، واحد سوبيريور واحد انفيريور واحد علوي واحد سفلي واحد متوسطه اللي هي ايش ميدل لوب، اوكي. فالفكره هاي انه الرئتين لديها لوبز subdivided into bronchopulmonary ايش segment، لانه راح يصير في انقسام للقصبات الهوائيه وتدخل في هاي الرئتين، وراح نشوف كمان بالتفصيل قدام. هلا خلينا نحكي عن القصبات الهوائيه، عن البرونكيال تري. وين القصبات الهوائيه؟ لو نلاقي صوره، في صوره بتذكرك حلوه، هاي القصبات الهوائيه، تمام. نشوف تقسيمتها، نشوف ايش بدنا نشوف تقسيمتها هاي القصبات الهوائيه. القصبات الهوائيه بنبلش بايش، بالقصبه الهوائيه الرئيسيه. بنبلش بايش، بالقصبه الهوائيه الرئيسيه اللي بنسميها تراكيه. اذا شجره القصبات الهوائيه بنبلش بالتراكيه. تراكيه اللي هي القصبه الهوائيه الرئيسيه اللي هي بتلاقيها عند تحت الحنجره، اوكي. بعديها بصير في عندنا ايش، القصبات الهوائيه بنسميها برونكاي. بتكون البرونكاي القصبات الهوائيه، وفي عندنا البرونكيولز اللي قصيبات اصغر. فمشان هيك كدايمتر كقطر لتجويف البرونكاي بتكون اكبر من ايش، من البرونكيولز. برونكيولز اصغر، قصبات تصغيرها ايش، قصيبات هوائيه برونكيولز، تمام. هاي بالنسبة لإيش، للشجرة. وطبعا راح نحكيها بالتفصيل هسه لقدام، بس احنا بنمشي واحدة واحدة، بنعطيك معلومة معلومة. الرئتين محاطة بغشاء، محاطة بإيش، بغشاء.
هلأ مش إنها جوات الغشاء، لا، اعتبروا هذا بالون واعتبر إيدك الرئتين، دخل إيدك على البالون، تفرج بتدخل إيدك، فهذا الغشاء بلف حوالين إيدك، بس أنت مش جوا بالمي هاي بالمية. نرجع نحكيها مرة ثانية، اعتبر أنت كيف الغشاء هذا، احنا نحكي عن الغشاء اللي حوالين الرئة اللي بنسميه بلورة، ماشي، الغشاء اللي حوالين الرئتين اللي هو بنسميه بلورة. طيب كيف بدي نفهمه؟ خلينا نعتبر انه ملينا بالون، مليناه بالماء، واعتبر انه ايدك هي الرئتين. لما تفوت ايدك بالبالون بالماء راح يلف ايش، راح يلف الغشاء على، او راح يلف البالون على ايدك، والبالون بده يصير مكون ايش، او الرئتين او ايدك بتصير محاطه بكم غشاء، هذا واحد وهذا ايش وهذا الثاني، بصير محاطه بغشائين. ايدك مش ملامسه للماء، ايدك ما هي ملامسه للماء، ايدك هي محاطه بالغشاء او محاطه ب البلوره، ولكن تتكون من غشاء من غشائين يفصلهم ماء من الداخل، هيك بصير. وهذا فعليا ربنا خلقها ليش، وهي القصه عشان نسويها زي المخده للرئتين. الرئتين يعني مش اي ضربه بسيطه يصير فيها اي خدش او تدمير، وبنفس الوقت احنا بدنا الرئتين يتوسعوا، فلازم نحطها في منطقه زي هيك، لازم نحطها في غشاء اسمه بلوره. اذا لو نيجي نتفرج على الرسمه هنا بنلاقي البلوره كيف، الرئتين محاطه بغشائين، في غشاء قريب عليها، هذا الغشاء قريب عليها، وهذا الغشاء الثاني هذا البعيد عنها. الغشاء القريب عليها هذا بنسميه غشاء حشوي او غشاء رئوي حشوي، اللي هو فيزرال بلورا حشوي، لانه قريب ايش، لانه بكون قريب منها. اذا وين بكون على سطح الرئه ايش الخارجي، ولكن هو يعتبر الغشاء الداخلي لمين، لا البلورة. اذا البلورة شو هو، هو ممبرين، يعني انه زي ايش، ساك زي اكياس بتلف حوالين الرئه، هذا البلورة. البلورة بيحتوي على الفيزرال لاير، هي الفيزرال لاير، وهي موجوده على ايش، على السطح الخارجي لمين، لا الرئتين، وهو يعتبر الغشاء الداخلي للبلورة، اوكي، بوجود على السطح الخارجي. طيب في عندنا الغشاء الثاني بنسميه بارييتال بلورا، بارييتال اللي هو جانبي. ليش جانبي؟ لانه عندنا القفص الصدري هون، فهذا الغشاء يكون قريب من القفص الصدري، ماشي، فهو راح يغطي ايش، راح يغطي ال السطح الداخلي من ايش، من القفص الصدري، اوكي، وراح يمتد ويغطي مين، اللي هم الميديا ستانم هذا، اوكي، وايش في من عندنا من تحت الديافرام، فراح يمتد هذا البرايتل يغطي لنا الديافرام، يغطي لنا او اكستند اوفر الديافرام والميديا ستانم. بس الفكره فيها انه بدك تعرف انه هذا البلوره مكون من طبقتين، بكون غشائين، ورجيتكم كيف تكون هذول غشائين، في بيناتهم فلويد ماء، ماشي، في بيناتهم فلويد بنسميه انترا ايش بلورال فلويد. اذا السائل بين غشائين هذول بنسميه انترا بلورال ايش فلويد. فقلنا من جوا بنسميه فيزرال بلورا، هو بغطي السطح الخارجي للرئتين، وفي عندنا من برا اللي هو البارييتال بلورا، بغطي السطح الداخلي من ايش، من الثوراسيك ايش وول، من التجويف الصدري ثوراسيك وول. اذا الغشاء البلورال فلويد قلنا هو موجود بين غشائين، بين الفيزرال بلورا والبارييتال ايش بلورا، هو ثين ايش، ثين لاير اوف ذا ميوكويد فلويد. طبيعه هذا الفلويد هو ميوكويد فلويد، هو انترستيشال فلويد مع بروتين، ماشي، انترستيشال فلويد زي الانترستيشال فلويد زائد ايش، زائد بروتين، ويكون ايش، ثين لاير اوف ميوكويد ايش فيلمنت او فلويد، يعني بتكون يعني توتال نمبر صغير جدا هو الكميه، ولكن
اهميته عاليه جدا، انه هو هسه راح نحكي كل شو بسوي. فالتوتال اماونت لهذا الفلويدز قديش؟ ايش ملي، ايش ملي لترات معدوده. بعطينا ايش لبريكيشن. شو معنى لبريكيشن؟ لبريكيشن زي ال زي الترطيب، ما بكون في عندنا خشونه لما مثلا نيجي مثلا نتنفس، الرئتين بتمددوا بسهوله وايش وايش بنقبضوا بسهوله. مشان هيك هو بروفايد لبريكيشن عشان يمنع الالم. تخيل ما فيش عندنا ترطيب ويكون قاسي جدا، صير تتالم وانت تتنفس، وتتالم وانت ايش وانت تطلع ايش زفير، وانت تدخل ايش تدخل الشهيق. سو هاي من وظيفتها. continuous suction of excess fluid كمان بتساهم في عندنا سوائل زيادة، تلاقيها هي بتعمل suction له، بتعمل امتصاص له عشان ايش تعمل create negative ايش pressure داخل البلورة. عشان البلورة شايفين هنا اذا كان في عندنا سوائل زيادة بالرئتين هي بتعمل له امتصاص، بتدخلهم في البلورة هنا. هذا الانترابلورة الفلويد هذا لو نيجي نحسب البرشر تاعه، كضغط ضغط جوات البلورة هنا، دقيقة خلنا أوريكم الضغط هنا جوات انترابلورة، الضغط أقل من الضغط جوات مين؟ جوات الرئة. ماشي، أقل. فالضغط جوات الرئة أعلى من الضغط جوات جوات البلورة. ليش هيك ربنا خلقها؟ عشان يظل الرئتين تظل منتفخات. لو انه هذا الضغط، لو ان الضغط بالبلورة اعلى من الضغط جوات الرئتين، الرئتين راح ينكمشوا. ماشي، فمشان هيك هاي نحطها ببالنا. فجوات جوات الانترابلورة هنا الضغط بكون نيجاتيف، نيجاتيف بريشر يعني اقل من مين؟ من الضغط جوات الرئتين. سو في عندنا نيجاتيف بريشر عند البلورة. اوكي، اف ذا بلورا ايش فلويد ان ذا سبيس بتوين ذا فيزرا اند ايش اند برايت البلورا يساوي الاتوميك سفيريك. يعني تخيل انه الضغط اللي موجود بالرئتين او موجود بالاتموسفير يصير مثل الضغط الموجود بالبلورا. طبعا طبيعيا شو قلنا؟ طبيعيا الضغط جوات البلورة بكون أقل من الضغط جوات الرئتين، ومن الضغط جوات إيش؟ الضغط جوات أو الضغط في إيش؟ الضغط الجوي اللي هو atmospheric pressure. هذا الطبيعي. ليش؟ عشان ما يصير في عندنا كولابس، يصير عندنا انكماش للرئتين. قلت لك تخيل أجينا أجا واحد سوى حادث وانبقط هذا إيش؟ وانبقط البرايتا اللي تدمر. شو بده يصير؟ بده يصير يفوت الضغط الجوي، صح؟ فبدو يصير الانترابلورال الضغط جوات البلورة هنا يساوي الضغط الجوي. هلأ الضغط الجوي ماشي راح يولد ايش؟ يولد ضغط على الرئتين، فالرئتين شو بدو يصير فيها؟ تنكمش. سو اذا وصل الضغط او البلورال بريشر صار يساوي الضغط الجوي الاتموسفيريك بريشر، اللانكس والايش والكولابس. اوكي، كولابس يعني بمعنى انها راح تنكمش. اوكي، راح تنكمش. هذا في حال البلورة شغال، بس دائما البلورة بريشر بالحالة الطبيعية البلورة البريشر أقل من الأتموسفيريك بريشر، لأنه بدها دائما يكون الضغط جواتها أقل من الضغط إيش من الضغط بالرئتين عشان ما يصير انكماش. نيجي على الأشياء أو البلد سبلاي لإيش لللانجز. في عندنا البالمونري ايش سيركيليشن. في عندنا بالمونري سيركيليشن، وفي عندنا ايش برونكيال سيركيليشن. يعني الرئه او الجهاز التنفسي او اللنجز بيتغذوا من شغلتين، بيتغذوا من الدوره الدمويه. هسه قلنا الدوره الدمويه الصغرى او الدوره الرئويه راح تجيب لنا اللي هو الديوكسيجينيتد بلاد، مشان ايش يتحول لأكسجينيتد بلد. اوكي، هلا
كيف الدورة الدموية، كيف الدورة الدموية الصغرى بتغذي الرئتين. هلا احنا لما يجينا دم منقص الاكسجين للرئتين، الرئتين راح تحمل لنا ايش؟ اكسجين، ويصير اوكسجينيتد الدم، صح؟ هلا هو طالع بده يروح وين؟ بده يروح على الليفت سايد اوف ذا هارت، بده يروح على الاتريوم، بده يروح على الاذين الايسر، مش بده يرجع الدم للاذين الايسر. قبل وهو طالع من الرئتين، الرئتين بتاخذ تغذية منه، بتاخذ تغذية منه عشان تغذي ايش؟ تغذي نفسها عشان يصير لها سبلاي لها. سو تيك ايش؟ تيك بات قبل ما يروح ل شو اسمه، تيك باك تو ذا ليفت سايد اوف ذا هارت، هو بياخذ تغذية له. اوكي، فمشان هيك احنا بنعرف عن البالمونري سيركوليشن كيف بتصير بالضبط، انه الدم منقوص الاكسجين راح يتحول لايش؟ اكسجينيتد. كمان بنفس الوقت البرونكيال سيركوليشن، في عندنا ايش؟ دورة دموية حوالين ايش؟ حوالين القصبات الهوائية مشان تغذيها، فهي بتغذي ايش؟ بتغذي البرونكيال تري بالاكسجينيتد بلاد، فهي ديليفر يعني الاكسجينيتد بلاد بيجينا من الدوره الدمويه ايش؟ بيجينا من الدوره الدمويه الكبرى. فمشان هيك تغذيته هو بالمونري سيركيليشن وبرونكيال سيركيليشن. البرونكيال سيركيليشن بيجينا من السيستميك، يعني بعد ما ينضخ الدم من الاورطه ويطلع، ماشي؟ فبده يصير في عندنا ايش؟ بده يجينا من السيستميك سيركيليشن، يغذي مين؟ يغذي القصبات الهوائيه وذي التراكية والقصبة الهوائية الرئيسية. فمشان هيك قسمناهم قسمين، هذا من السيستميك، من السيستميك سيركوليشن، هذا من البالمونري سيركوليشن. فمن السيستميك بنسميه برونكيال سيركوليشن. نيجي على اقسام الريسبيراتوري سيستم، قلنا انه كاناتومي بيقسموه لابر اند اللور، ذا لور ريسبيراتوري ايش؟ سيستم. قلت لكم انه الابر ريسبيراتوري سيستم من النوز حتى نوصل الفرنكس، اللور من اللارينكس اللي هو الحنجره لحد ما نوصل للحويصلات الهوائيه اللي هي الالفيولاي. اوكي، ذا ستراكشر انفولف ان ذا بالمونري فنتيليشن. فالهدف من ايش؟ طبعا ريسبيراتوري سيستم نسوي شيء اسمه بالمونري فنتيليشن. فنتيليشن شو يعني فنتيليشن؟ معنى فنتيليشن، معنى فنتيليشن تهويه بالمونري رئويه. إذا التهوية الرئوية، شو يعني التهوية الرئوية؟ يعني أنت لما تهوي دارك شو يعني؟ بدك الهواء يفوت ويطلع، وهذا الإشي بالضبط اللي بصير معنا. إحنا قاعدين نتنفس، لما نتنفس قاعدين ناخذ هواء ومنطلع الهواء، يعني بناخذ هواء ومنطلع هواء، إذا هاي تهوية أصلا. هاي بنسميها بالمونري فنتيليشن. البالمونري فنتيليشن هي انسبيريشن، ماشي، شهيق وزفير، ماشي، شهيق وزفير، ولكن وقت الراحة، مش انك تتحكم فيه، انت تاخذ نفس وتطلع لحالك، لا، انت وتتنفس لحالك. اوكي، هاي انا قاعد بتنفس لحالي، لما اجي اتنفس لحالي هاي بنسميها التهوية ايش؟ بالمونري فنتليشن. قلنا لكم الابر ريسبيراتوري بنبلش بالنوز حتى نوصل ايش؟ حتى نوصل فين؟ الفارينكس. بعد هذا الاشي راح نصير ايش؟ ندخل باللور ريسبيراتوري حسب الاناتومي، قلنا بقسمون من اللارينكس لا ايش؟ لا البرونكاي، تيرشري برونكاي، راح نحكي كود تيرشري، شو تيرشري برونكاي. اوكي، اذا اول اشي، اول جزء من الابر ريسبيراتوري تراكت اللي هو النوز، ولكن قبلها خلينا نرجع لهنا. قلنا لك الستراكشرز يعني التراكيب اللي انفولف في اللي بتدخل في عملية التنفس او عملية البالمونري فنتليشن، هو راح نحكيهم هسه لقدام، واللي بيصير فيهم الاير فلو. طبعا هي بدو يصير شغلتين، يعني الهدف من كل قصة الريسبيراتوري انه احنا ندخل الهواء او نطلعه من الرئتين، هاي واحد. ثانيا لما يصل للرئتين يعمل جاز اكسشينج، يعمل عمليه تبادل مع ايش؟ مع الدم. طيب بالنسبه قلنا قسمناهم حسب الاناتومي، حسب التشريح، بنقسمهم لابر ريسبيراتوري اللي هو اول واحد فيهم النوز الانف يعتبر ايش؟ المدخل الرئيسي اللي هو برايمري روت، لا ايش؟ لدخول الهواء،
هلا في عندنا، تفرجوا، في عندنا الدورزم اوف ذا فو، دورزم اوف ذا نوز، يعني ايش؟ هذا الجزء الخلفي من الانف بكون عظام، اوكي، بكون عظام اسمهم عظمات الانف، تو نيزل بون، ماشي، مثبتات بهايلان كارتلج، مثبتات بغضاريف. طيب ثاني شيء، نيزل كارتلج من قدام، في عندنا نيزل كارتلج، ماشي، هذول النيزل كارتلج بكونوا إلاستيك كارتلج، يعني غضاريف مرنة، يعني لو تمسك أنفك هسه وتلعب فيه بتلاقي هو غضروفه إيش من قدام، غضاريف مرنة. طب ليش ربنا خلقنا إياها بغضاريف، غضاريف هاي مرنة؟ عشان يعطينا نوسترلز. شو نوسترلز؟ اللي هو فتحات الأنف، عشان يظلوا فتحات الأنف دائما فاتحين، عشان النوسترلز يظلهم open، عشان انت تظلك طول الوقت ريسيف او تفوت دم، تفوت هواء او تطلع هواء. فالنوسترلز هي ايش؟ هي الاكسترنال نيرز، اللي هم هذول فتحات الانف، تمام، هذول فتحات الانف. نيجي الى اللي بعديه، نيجي بعديه اللي هو الفارنكس، في عندنا الفارنكس اللي هو الحلق، في عندنا هذا الحلق من هون يبلش، في عندنا هذا بنسميه نيزوفارنكس، في عندنا هنا اوروفارنكس، ماشي، وفي عندنا هنا إشي اسمه إيش، وهنا إشي اسمه لارنجيو إيش، لارنجيو فارينكس، حسب المكان. يعني مع الأنف نسميه نيزو فارينكس، مع الثوم نسميه أورو فارينكس، مع الحنجرة نسميه لارنجيو إيش فارينكس. فالفارينكس هو أصلا لو تتذكروا من البيولوجي قلنا هو عبارة عن المكان فاتح على شغلتين، بفتح من قدام على الأسوفيجس اللي هو المريء، وإيش، وعلى الرئتين. في حال ما فيش أكل دائما بكون المريء مسكر، وإيش، والقصبة الهوائية فاتحة، فهو أصلا مدخل للرسبيراتوري ومدخل للجهاز الهضمي اللي هو الفارنكس. والنيزوفارنكس المنطقة اللي هي بتكون إيش، سوبيريور، أعلى منطقة، المنطقة اللي بالنص بنسميها أوروفارنكس، ماشي، أوروفارنكس اللي هي بتحتوي على برضو على السوفت بلت، ماشي، على سقف الحلق من ورا، ماشي، لو السوفت بلت، ماشي، بكون مع البيز اوف ذا تانج، ماشي، مع قاعده ايش او اخر جزء من اللسان. اللارنجيو فارينكس من البيز اوف ذا تانج، من هون بيز اوف ذا تانج لعند ايش، عند الاسوفيجس، ماشي، تو ايش، تو اسوفيجس، ماشي، لعند هون، لهون، من هون لهون، هاي هاي المنطقة كلياتها بنسميها ايش؟ بنسميها لارنجيو فارينكس. بعدين بصير في عندنا اسوفيجس هنا، ومن ورا بكون التراكيا، اوكي؟ بتكون من ورا التراكيا. طيب شو وظائف، ما هي وظائف، بس بدنا نحكيها هنا، ما هي وظائف الابر ريسبيراتوري تراكت؟ قلنا لكم لانه فيها الانف وفيها هير وفيها هذا، فهي بتعمل فلترة وتسخين وترطيب، هيوميديفاي للانكومينج اير، للهواء اللي بده ايش، بده يدخل. ثانيا بتعمل بروتكشن ايش، لديليكيت لور تراكت، هي بتحمينا ايش، الجهاز التنفس السفلي، لانه جهاز التنفس السفلي ديليكيت حساس، اوكي، ديليكيت حساس. فمشان هيك اي الابر ريسبيراتوري بيمسك اي فورين بودي، اوكي، سو ويل بي تراب باي ذا ميوكس، تمسك ايش، بتمسك اي فورين بودي، جسم غريب، تمسكه باي ذا ميوكس، ترابينج يعني تمسكه باي ايش، ميوكس. كمان في عندنا بالجهاز التنفسي اللي هو، وراح نشوف بالجهاز خاص التنفسي السفلي، راح نشوف انه في عندنا سيليا، ماشي، في عندنا السيليا اللي هو البطانة الداخلية، في عليها أهداب، وهذول الأهداب مع المخاط بمسكوا، أول شيء المخاط بمسكوا الأجسام الغريبة أو الغبار أو الدست، بعدين بتيجي الأهداب هاي بتصير تطلع المخاط مشان تطلعوا لبرا الرئتين، أنت إيش، طلعوا خارج إيش، خارج الفم، أوكي، أو يرجع للجهاز الهضمي مشان يدمروا الجهاز الهضمي. So also mucus secretion
كمان الميوكوس سكريشن مش بس بتمسك الدست وبتمسك الاجسام الغريبه وبتطلع وبتطلعوا خارج، كمان ال 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 المخاط هو بيشتغل عنده انزيمات مضادات حيويه، يعني بتدمر البكتيريا انتي مايكروبال او بتدمر الميكروبات، في عندها انزيمات تدمر الميكروبات، علشان اذا في ميكروبات تدمرها اليمينيشن، تعمل لها انهاء لايش للاجزاء الغريبه. هاي بالنسبه لشو هو الابر ريسبيراتوري وشو وظائفه. هلا نروح لللور ريسبيراتوري. اللور ريسبيراتوري ببلش من اللارينكس. اللارينكس اللي هي الحنجره، بعد الحنجره في عندنا اللي هي تراكية، القصبة الهوائية الرئيسية بنسميها تراكية. التراكية راح تنقسم إلى قسمين، لليفت مين برونكس وإيش ورايت برايمري برونكاي. يعني هذا الانقسام الأول فسميناهم برايمري، لما ينقسموا مرة ثانية بنسميهم إيش اللي هو السكندري. الانقسامات اللي بعديها بنسميها إيش تيرشري، يعني انقسام الثالث، يعني تيرشري معنى ثلاث. أوكي، فاللارينكس لحتى نوصل لاخر شيء للتيرشر، حتى التيرشر برونكاي بنسميها اللور ريسبيراتوري تراك، حتى لو نوصل للبرونكيولز اخر شيء والالفيولاس بنسميهم ايش، بنسميهم اللي هو اللور ريسبيراتوري. اذا هذا اللور ايش ريسبيراتوري تراك. سو اول جزء من اللور ريسبيراتوري، اول جزء من اللور ريسبيراتوري اللي هو اللارينكس. اللارينكس قلنا موجود على فوق القصبة الهوائية الرئيسية، هاي القصبة الهوائية الرئيسية التراكية موجود فوقها اللي هو اللارينكس. تفرجوا عليها كلياتها غضاريف، مكون من غضاريف كلياتها. So larynx serve as a passage of the air، يعني اللارينكس هي ايش بتشتغل كممر للهواء، مكونة من غضاريف، وربنا خلقها هاي المنطقة خاصة غضاريف لأنه ما بيحميها إيش، ما في عظم يحميها، فخلقها من غضاريف قوية عشان تظلها فاتحة، عشان تظلها سراوند وبروتكت، كمان تحافظنا على إيش الجلوتس. الجلوتس اللي هم اللي راح يكون حواليهم اللي هو الأحبال الصوتية عشان تساهمنا وتحافظ على الفويس بوكس، عشان إحنا نقدر نطلع إيش نطلع الأصوات أو فويس بروتكشن، ننتج الأصوات. So protect the glottis، احنا بنحافظ اللي بتنتج لنا ايش الاصوات. كمان في عندنا ايش، كمان في عندنا اذا بدنا نيجي احنا على اللارينكس الحنجره ونقسمها او نقسم الغضاريف اللي فيها، في عندنا ثلاث غضاريف. الاول اللي من فوق بنسميه ايبيجلوتس، ايبي من فوق، مش قلنا الجلوتس في الحنجره، ففوقها نسميه او اللي هي الجزء العلوي من الحنجره اللي هو نسميه ايبيجلوتس. بعدين هون عندنا الثايرويد ايش كارتلج، ليه سميناهم ثايرويد كارتلج؟ لانه من برا بيلزق عليها غدة الثايرويد، بنسميها ثايرويد كارتلج. بعدها او بنسميها اللي هم تفاحة ادم، اوكي ادمز ابل. وفي عندنا اخر شيء اللي هو هاي شايفينه الكروكويد لافة، هاي بتيجي شكلها زي سي شيب، اوكي بتيجي شكلها زي سي شيب، اصلا كلياتهم موضوع كارتلج. المهم إبيغلوتس، ثايرويد كارتلج، وآخر واحد كروكويد كارتلج. نيجي على إيش، على التراكية. التراكية قلنا الجزء اللي بعد اللارينكس، التراكية بتكون من رنجات كارتلج، يعني في عندنا سي شيب إيش، هذول لما نيجي نتفرج عليهم هيك بيكونوا لافين سي، مش كاملة بيكونوا لافين على شكل السي، سي شيب إيش كارتلج. هذول الكارتليج ربنا خلقهم على التراكية قلت لكم عشان يعطي قوة ويظلهم فاتحين open all the time. ماشي، عندنا تقريبا من 15 إلى 20 هاي اللفات الزرق، هذول سي شيب تراكية إيش كارتليج. فمشان هيك ربنا ليش خلقنا الكارتليج هذول، عشان تظلها التراكية ما تنكمش وتظلها فاتحة إيش all the time collapse، عشان نمنعها من الكولابس، نمنعها من انها تنكمش كولابس اور اوفر اكسبانشن، او انه تتوسع اكثر من اللازم، فلازم تضلها بالشكل المعتدل. هلا لو اجينا فتنا جوات التركيه هاي وشفنا الطبقه المبطنه من جوا بنلاقيها سيليت ديبيثيليوم، او بحكولها سودو ستراتيفايد
كولمنر سيليتد ابيثيليوم، هي ما حكتها ولكن انا بحكي لكم اياها، سودو ستراتيفايد كولمنر سيليتد ابيثيليوم. هاي انه بفرزوا مخاط وبنفس الوقت في عندهم اهداب، يعني هذول مهمات البطانه الداخليه مهمه جدا في عمليه ترابنج للفورين بودي، يعني يمسكوا الاجسام الغريبه ويعملوا شو الاهداب السيليا، يصير تطلع المخاط لبرا عشان تتفوا خارج الجسم او ترجعوا في الجهاز الهضمي، الجهاز الهضمي بتولى مهمته بعمليه التكسير. هاي بالنسبه لمين؟ للتراكيه. التراكيه راح تنقسم الى قسمين، للرايت مين برونكاس، وفي عندنا الليفت مين برونكاس، او سميناهم البرايمري هذول. يعني القسم الاول بصيروا يسموهم ايش؟ برايمري. في عندنا رايت بتروح للرايت لانج، راح تروح للرايت لانج، والليفت راح تروح للليفت لانج. الرايت برونكاس وايدر اوسع وجاي بشكل اوبليك، جاي بشكل ايش؟ يعني مش عمودي ولا افقي، جاي بشكل ايش؟ اوبليك هيك، اوكي؟ يعني جاي بزاويه خلينا نحكي 45، مش جاي لا بزاويه 90 ولا بزاويه 0. فمشان هيك الرايت بتيجي ايش؟ بتيجي اوبليك، ماشي؟ فتخيل انت اي اشي راح يفوت، مثلا انت فات اشي بالغلط على القصبة الهوائية، وين بحب يروح دايما؟ بحب يروح على الرايت. ليش بحب يروح على الرايت؟ لانه الطريق اسهل له، والرايت جاي اوبليك، فدايما اكثر الالتهابات راح تحسوها بتبلش وين؟ بتبلش بالرئة اليمين، اوكي؟ بتبلش بالرئة اليمين. فالرايت ليش بصيب فيها التهابات اكثر دائما؟ لانها هي الاوسع، اوسع من الليفت، وبتيجي اوبليك، ماشي؟ بيجي شكلها اوبليك. اكمل شو بتنقسم؟ بتنقسم الى ثلاثه، ماشي؟ بتعطينا ايش؟ بتعطينا ثلاثه لوبر برونكاي. يعني اكمل برونكاي، اكمل لوبر برونكاي راح نشوف فيها ثلاثه لوبر برونكاي. ليش؟ لانه عندنا ثلاثه لوب، قلنا سوبيريور وميدل وانفيريور لوب. اما بالليفت في عندنا تو لوبر برونكاي، لانه عندنا تو لوب اصلا هنا، ماشي؟ عندنا ايش؟ تو لوب. بعدين كل ما دخلنا لجوا بصيروا ينقسموا هذول البرونكاس، القصبات الهوائيه، حتى يصيروا قصيبات هوائيه، حتى يصيروا سيجمنتال برونكاي. يعني ايش سيجمنتال؟ اللي يتقسموا متقسمات اكثر للبرونكاي، حتى اخر شيء نوصل اللي هو ايش؟ برونكيوز، قصيبات هوائية. يعني بنظلنا قصبات هوائية بس أصغر وأصغر أصغر، حتى نوصل لمرحلة اللي هي قصيبات هوائية. القصيبات الهوائية في عندنا تفرجوا، يعني وصلنا مثلا هنا، هاي لوبر ايش؟ لوبر برونكاي. تفرج لوبر، بعدين ظلوا ينقسم سيجمنتال، هذول بنسميهم سيجمنتال، ظلوا ينقسم حتى صار في عندنا برونكيوز. تفرج البرونكيولز ما عليها صراحة نشوف البرونكيولز ما فيها كارتليج، نو كارتليج. يعني لما هي من هون ببلش ايش؟ ببلش البرونكيولز. في عندنا نوعين من البرونكيولز، قصيبات هوائية نوعين، حطهم ببالك. في عندنا نوعين من القصيبات الهوائية، في عندنا قصيبات هوائية تيرمينال طرفية، طبعا طرفية، بعدين بيجي بعدها يعني البرونكيولز، بعدين تنقسم لتيرمينال برونكيولز، بعدين تيرمينال برونكيولز تنقسم لريسبيراتوري برونكيولز، بعدين بصير نعطينا ايش؟ بيعطينا اللي هم الالفيولاي او اللوبيولز، اوكي؟ المهم القصيبات الهوائيه، اول شيء تيرمينال اللي قصيبات هوائيه طرفيه، بعدين قصيبات تنفسيه. ليش بدنا نفرق بيناتهم؟ ليش بدنا نفرق بيناتهم يا جماعه؟ مهم جدا نفرق بيناتهم، لأن الريسبيراتوري برونكيولز ممكن يعملوا غازز اكسشينج، اما التيرمينال برونكيولز ما بيعملوا غازز اكسشينج، مستحيل يعملوا غازز اكسشينج. مهمه جدا، يعني لوين بتوقف، او اذا بدنا نحكي لك، يعني مثلا الجهاز او بالفسيولوجي بقسموا الجهاز التنفسي قلنا الى قسمين، إشي بنسميها المنطقة conductive zone أو مناطق فقط لنقل الهواء، ومناطق للتبادل الهواء. مناطق نقل الهواء
من النوز حتى نوصل التيرمينال برونكيولز. اما الريسبيراتوري زون اللي هي الريسبيراتوري برونكيولز، شو الريسبيراتوري زون؟ هي المناطق اللي ايش بتعمل عملية غاز اكسشينج. شو بتعمل عملية غاز اكسشينج؟ من هم اللي هم الريسبيراتوري؟ ما جدا هذول بيجيبوا من الامتحان برونكيولز و الالفيولاي اللي هو حويصلات هوائية. طبعا اغلب 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 الغاز اكسشينج بصير بالالفيولاي بالحويصلات الهوائية، ولكن الريسبيراتوري برينكيولز بتسوي عملية تبادل، ممكن تسوي يعني. فخلص الريسبيراتوري برينكيولز والالفيولاي هم من الريسبيراتوري ايش زون. فتفرج، قلت لكم من البداية في عندنا قسم يعني الاناتومي الفسيولوجي بقسمون الجهاز التنفسي الى قسمين. قلنا الاناتومي بقسمنا اياه حسب ابر ولور. اما بالنسبه للريسبيراتوري بالفسيولوجي ماشي، بقسمه حسب الوظيفه الى مناطق فقط نقل، اللي هي من الانف حتى نوصل مين يعني الانف والفرنكس، النوز والفرنكس، الحلق واللارنكس والتراكية والبرايمري برونكاي، بعدين سكندري برونكاي، حتى نوصل التيرمينال برونكاي او برونكيولز. هذولا ما فيهم اي تبادل، فبنسميهم كوندكتيف زون. الريسبيراتوري زون هي من هي الريسبيراتوري برونكيولز والالفيولاي، لانه بصير فيهم غاز اكسشينج. مشان هيك ركزت عليهم هنا، مشان هيك ركزت عليهم هنا. سو التراكية هي بنعتبرها ايش؟ القصبة الهوائية الرئيسية، راح تنقسم الى رايت اند ليفت. حكيت لكم هاي رايت هون ماشي، هاي التراكية هون، بعدين تنقسم لرايت وايش وليفت. بعدين بصير في عندنا لوبر برونكاي حسب اللوبس الموجودة. ما الشمال حكينا عندنا 2 لوبس، والرايت عندنا 3 لوبس. بعدين يصير يعطينا سيجمنت، اجزاء يظلهم يتقسموا سيجمنت البرونكاي، يتقسموا حتى يعطونا برونكيولز. في عندنا نوعين من البرونكيولز، لو تيرمينال برونكيولز وريسبيراتوري ايش برونكيولز. فالتيرمينال برونكيولز اللي هم ما بصير فيهم، طبعا البرونكيولز بشكل عام، البرونكيولز بشكل عام ما فيها كارتليج، ولكن عمليه تبادل الغازات بتصير بالريسبيراتوري، ما بصير بالتيرمينال ايش برونكيولز. هذا اللي بدي ايش اصله ماشي. غير هيك، طيب غير هيك، في عندنا اللي هو البرونكيولز عندها طبقة من السموث ماسلز. شو يعني طبقة من السموث ماسلز؟ يعني عندها طبقة من عضلات الملساء، يعني ممكن نلعب بالقطر تبعها، يس ممكن نلعب بايش؟ بالقطر بداخلها. اذا صار في عندنا انقباض، شو معنى انقباض؟ كونتراكشن للبرونكيولز بنسميه برونكيو كونستريكشن. شو بنسميه؟ برونكيو كونستريكشن. لما نعمل انبساط بنسميه برونكيو دايليشن، انبساط. فممكن نلعب في قطر الأوعية الدموية أو قطر القصيبات الهوائية ماشي، أو قطر القصبات الهوائية، ممكن نلعب بقطرها عن طريق السموث ماسلز. طيب ليش نلعب بقطرها؟ عشان نزيد كمية الهواء أو نقلل كمية الهواء المفوت للرئتين، هاي الفكرة فيه. فلو نيجي نتفرج على الاير كوندكتينج، اير كوندكتينج الاير كوندكتينج قلنا من النوز، طبعا هذا بده وين؟ لللور ريسبيراتوري، ببلش من اللور، ببلش من التراكية لعند التيرمينال برونكيولز. اوكي، تيرمينال ايش برونكيولز. قلنا البرونكيولز هي السمولر وما بكون عليها كارتليج، وولز كونتين، اما جدرانهم بكونوا فيهم سموث ماسلز، ممكن ينقبضوا وممكن ينبسطوا. وهذول السموث ماسلز قلنا عادة أو دائما مغذيات بإيش؟ بالأوتونوميك نيرفوس سيستم، الجهاز العصبي الذاتي. ركز كويس كويس هون، إذا تحفز الجهاز العصبي الودي شو بيسوي بالعضلات الملساء؟ بيعمل لها، بيخليها تتوسع ماشي. السمباثيك شو بيخلي بالعضلات الملساء اللي موجودة في الرئتين؟ بيخليها تتوسع. فهذا الاشي شو بنسميه؟ برونكو دايليشن.
لما يعمل توسع يعني ريلاكسيشن للسموث مسل راح يزيد الدايمتر، واذا زاد قطر الاوعيه الدمويه راح يقل ايش، راح تقل المقاومه للهواء والهواء يفوت بشكل اوسع، فراح يزيد الفلو، راح يزيد تدفق الهواء. اوكي، عكس الباراسمبثيك، باراسمبثيك بيعمل برونكو كونستريكشن، برونكو كونستريكشن يعني كونستريكت للسموث ماسلز موجوده بالاير واي، راح يقل الدايمتر وراح يزيد الريزيستنس ويقل ايش الاير فلو، ماشي، تدفق ايش الهواء. طيب كمان السموث ماسلز سنسيتيف تو ذا هرمون اند لوكال كيميكالز، مش مشكله. شو وظيفه اللور، ايش لور ريسبيرات سيستمز؟ انه كوندكت الاير، ومش بس كوندكت الاير، ما قلنا اللور فيها الريسبيرات روبينكولز وفيها الالفيولاي، صح؟ فهي وفيها كمان شو قبل الريسبيراتوري برونكولز، في تيرمينال وما قبلها، التيرمينال وما قبلها شو كان وظيفتها؟ كوندكت الاير، هي نقل الهواء. اما الريسبيراتوري برونكولز والالفيولاي اللي هي جاز اكسشينج. فاللور بشكل عام هو فيه الوظيفتين، اوكي، ولكن حسب الجزء احنا بنقسمها. تقسيمه الريسبيراتوري تراكت تتقسم حسب ايش؟ حسب الريسبيرات، حسب الفسيولوجي، الى قسمين، كوندكتيف بورشن وريسبيراتوري بورشن او زون بنسميه. من وين الكوندكتيف؟ من النيزل كافيتي حتى التيرمينال برونكيولز، تفرج وين؟ حتى التيرمينال برونكيولز، هي من نيزل لحتى نوصل، هاي بنسميها كوندكتيف زون. في عندنا الريسبيراتوري زون اللي هي الريسبيراتوري برونكيولز والالفيولار داكت والالفيولار ساك، يعني كل شيء فيه الفيولار، اوكي، الفيولار داكت والالفيولار ساك، اوكي. شو وظيفه الكوندكتيف؟ انه كوندكت يتوصل لنا الهواء للريسبيراتوري زون، عشان لانه وظيفه الريسبيراتوري زون هي عمليه تبادل الغازات وعمليه مناعيه، اي شيء بالطريق وهي بتنقل بالهواء تعمل فلتره، تدافعنا ضد البكتيريا، تحمينا الهواء، ترطب الهواء مويستين للانهيل اير، تطلعنا صوت ساوند اند ايش سبيتش، وكمان بنفس الوقت انها تنظمنا تدفق الهواء، ما بدنا اكثر من اللازم ولا بدنا اقل من اللازم. فاحنا بدنا ننظم الهواء عن طريق ايش؟ السموث ماسلز موجوده بجدران البرونكيولز، موجوده بجدران البرونكيولز اللي هم زي التيرمينال برونكيولز، اوكي. طيب الريسبيراتوري بورشن قلت لكم من السمولست برونكيولز اللي هم الريسبيراتوري برونكيولز لحد الالفيولاي، اوكي، بصير فيهم جاز اكسشينج عشان نتبادل، يعطي للدم عشان الدم يتحول من ديوكسجينيتد لاكسجينيتد، بعطي الدم اكسجين وباخذ منه ثاني اكسيد الكربون. بالنسبه للبالمونري الفيولاي، بالنسبة لمين؟ بالنسبة للبالمونري الفيولاي. البالمونري الفيولاي أو الالفيولاس لو نيجي نتفرج عليها هي آخر جزء إيش؟ هي آخر جزء من إيش؟ من هاي الشجرة، شجرة القصبات الهوائية. قلنا كل نهاية قصيبة هوائية each alveolus is surrounded by extensive capillary meat capillary. طبعا كل واحدة من الحويصلات الهوائية بجوز عندها 100 أو 1000 من الشعيرات الدموية. لو نيجي نتفرج على، تفرجوا كويس معي، نيجي نتفرج على الألفيولاس، هي الألفيولاس. الألفيولاس تتكون من إيش؟ في عندها ثلاث خلايا جدا مهمة. الخلية الأولى أو اللي بتشكل الطبقة، ماشي، اللي بتشكل الطبقة هاي اللي بنسميها Type 1 Alveolar Cell. ركز معي، خليني أحطهم هنا كمان. قلنا اللي بتعطينا الوول اوف الفيولار، الطبقة اللي بتعطينا الجدار، هاي شايفين اللي بتعطينا الجدار، هاي الماشين فيها، هاي فيها خلايا، صح، هاي بنسميها تايب 1 ايش؟ بنسميها تايب 1 الفيولاروسايت، اللي هي بتعطينا ايش؟ بتعطينا فعليا ايش؟ تعطينا الوول، او تعطينا ايش اللي هي فلاتينج سيل، هي يعني خلايا فلات بتيجي زي الصفائح بتحيط لنا، هي بتعطينا الوول تاع ايش، تاع الالفيولوس.
اللي بنسميها ايش؟ تايب 1 الفيولار ايش سيل، او بنسميهم نيومو سايت. عندك اكتبها هون اسم الثاني مشان تعرفه. اذا قلنا تايب 1 الفيولار سيل او تايب 1 نيومو سايت، الفيولار نيومو سايت او نيومو سايت بصير. طيب هلا في عندنا الطبقة الثانية، طبقة ايش؟ او الخلية الثانية اللي هي او النوع الثاني اللي هو تايب 2 الفيولار سيل. هاي بتفرز لنا مادة مهمة جدا وبدك تحفظها مثل اسمك، اللي هي السيرفاكتنت، مادة السيرفاكتنت. وهسه راح احكي لكم اياها، وهسه راح اشرح لكم اياها من هون، يعني خلص انا خلص راح اشرحها من هون لانه بدناش بس نصل لقدام. ف اول شيء بدك تعرف انه هاي بتشكل هذول الخلايا بشكل 95% من الخلايا الموجوده. هسه في عندنا 5% من الخلايا اللي بنسميها ايش؟ اللي بتفرز لنا السيرفاكتنت. هسه بقول لك شو هذا السيرفاكتنت. هذا ماده مهمه جدا للرئتين، بتفرز لنا سيرفاكتنت اللي هي تايب ايش؟ تايب 2، اي تايب 2 نيومو سايت او تايب 2 الفيرشل. في عندنا النسبة الأخيرة اللي ظلت اللي هي قليلة، اللي هي الماكروفاجز، خلايا الأكل الكبيرة. وكلنا بنعرف إنه خلايا الأكل الكبيرة عشان عملية البلعمة إذا فات، إذا إشي هرب وما انمسكش عن طريق الميوكس وهذا فوق، بتيجي إيش بتاكله، اللي هي الماكروفاجز. شو وظيفة الماكروفاجز؟ تعمل لنا إيش؟ فاجوسايتوزيس. أوكي، بتعمل لنا فاجو سايتوزيس. اوكي طيب، شو قصة ايش؟ شو قصة السيرفاكتنت؟ شو قصة السيرفاكتنت؟ انا هسه بحكي لكم شو قصة السيرفاكتنت. لو نيجي نتفرج على هاي الالفيولاي، لو نيجي نتفرج على الالفيولاي شو بنلاقي؟ بنلاقي من جوا، بنلاقي اول طبقة منها طبقة من الماء، شايفين طبقة من الماء موجودة هون، يعني فوق الطبقة تاعت التايب 1 بنلاقي هون من جوا هي طبقة ماء. ماشي، طبقة ماء. طيب هاي طبقة الماء طبقة رقيقة، thin layer، طبقة رقيقة بتكون مبطنة ايش؟ lining، بتكون lining لايش؟ للتجويف، لليومن تاع الالفيولوس، تجويف الالفيولوس. طيب ليش؟ شو دخل هاي بالسيرفاكتنت؟ شو قصتها مع السيرفاكتنت؟ خليني احكي لكم. هلا هذا الماء، شايفين الماء هذا؟ الماء هذا بده يتعرض لايش؟ الهواء راح يفوت جوات ايش؟ الالفيولوس، صح؟ يعني طبقة الماء هاي راح تتعرض لايش؟ راح تتعرض لاير، لهواء. طيب شو القصة؟ طيب هو تتعرض للهواء شو يعني؟ انا بقول لك شو يعني. الماء لما يتعرض للهواء، الماء راح يصير يتجاذب مع بعضه ويتجاذب لبعضه، يعني الطبقة هاي بدها تحاول تروح يعني يصير اتراكتيف فورس، او بسموها القوة الجاذبة، بصيروا ايش؟ بدهم يتجاذبوا مع بعض ايش؟ هاي الطبقات بيتجاذبوا لبعض ومع بعض. اوكي، فتخيلوا انه صار ينشا عندنا قوه ايش؟ بهذا الاتجاه. شو يعني؟ يعني الحويسه الهوائيه راح تنكمش اذا 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 ايش؟ اذا تركناها بدون مثلا ما نعمل هسه الشغله اللي بدي احكي لكم اياها. فمشان هيك بدي تعرفوا انه جوات الحويسلات الهوائية في عندنا طبقة ايش؟ طبقة من ايش؟ من الماء. لما تتعرض للهواء راح يتكون attractive force، راح تكون ايش؟ attractive force، طبق راح يعني تكون قوة ايش؟ قوة جاذبة. لانه من خصائص الماء لما يتعرض للهواء راح يتجاذب لنفسه ويتجاذب الطبقات اللي قبال بعض تتجاذب. اوكي، تتجاذب. هذا شو بنسميها؟ طيب شو هذا المبدا بنسميه؟ بنسميه مبدا التوتر السطحي. شو معنى التوتر السطحي؟ اللي هو سيرفيس تنشن. متى بنشا السيرفيس تنشن؟ لما يكون في عندنا ووتر ويكون في عندنا بنفس الوقت اير، هواء، راح ايش؟ راح يصير فينا سيرفيس تنشن، وراح يسوي شيء اسمه ايش؟ كولابس. شو يعني كولابس؟ كولابس يعني معناها راح تنكمش،
هاي الفيروس، واذا انكمشت راح التنفس، بطلنا نقدر نتنفس. اوكي تمام، فهمنا شو يعني. حط براسك شو يعني سيرفس تنشن. اوكي، كل ما زاد السيرفس تنشن كل ما تدمر ايش عمليه التنفس، كل ما قلت عمليه ايش التنفس، صح؟ سو هذا السيرفس تنشن مين بيقلل لنا اياه؟ السيرفس تنشن قلنا السيرفس تنشن اللي هو النشا بين مين ومين، بين الاير والووتر، صح؟ السيرفس تنشن لازم نقلله عشان ايش؟ عشان نوقف عمليه الانكماش. مين اللي بيعمل لنا ريديوس للسيرفس تنشن؟ اللي هي ماده السيرفاكتنت، ماده السيرفاكتنت اللي راح تنفرز من ايش؟ من ايش التايب 2 ايش نيوموسايت. هاي ماده السيرفاكتنت هي ماده فيها بروتينات ودهنيه وفيها فوسفوليبيد، ماشي، يعني دهنيه بتفوت وتكون طبقه على، بتكون طبقه هون على ال، انا هحطها بلون ثاني، بتكون طبقه على طبقه الووتر هاي، ماشي، وهسه راح احكيكم اورجيكم اياها كيف. بتمنع ايش؟ او بتقلل التوتر السطحي، بتقلل التوتر السطحي فما بتنكمش الالفيروس وتقوم بوظيفتها. هاي بالنسبه لمين؟ هاي بالنسبه لايش؟ بالنسبه للتايب تايب 2 الفيروس، وقلنا شو وظيفه السيرفاكتنت. هاي بالنسبه هاي الصوره مراجعه يعني تقريبا، راح احط عنهم هذول. راح نيجي للريسبيراتوري ممبرين. ريسبيراتوري ممبرين، بس قبل الريسبيراتوري ممبرين بدنا نعرف ايش الفيروس، يعني نيجي على حويصله لوحده. هاي حويصله تفرج في حواليها مين؟ حواليها شعيرات دمويه. ايش الفيروس او الفيولار داكت؟ في عندنا الفيولار داكت واحده فيها ايش؟ فيها مجموعه كبيره من الحويصلات، ماشي، في مجموعه ايش داكت اند، فيها كلاستر، فيها تجمع من الالفيولاي. الالفيولاي في ايش؟ في حواليها مين؟ حواليها الشعيرات الدمويه عشان يصير عندنا عمليه ايش؟ تبادل. طيب وين تصير عندنا عمليه تبادل؟ هاي الشعيرات الدمويه وهاي الالفيولس، ماشي، وهاي ايش؟ وهاي الحويصله الهوائيه. عمليه التبادل بدها تصير ايش؟ بين الشعيرات الدمويه والالفيروس. طيب قبل كل شيء لازم نعرف شو هم الاغشيه اللي راح يمر منهم الغازات. هذول الاغشيه بنسميهم ريسبيراتوري ممبرين، اغشيه التنفس. شو هم اغشيه التنفس؟ سهلات اغشيه التنفس، اللي هو الطبقه تاعت الالفيروس والاندوثيليال، والطبقه مش قلنا الكابيلاري بتكون فقط من اندوثيليال، والطبقه ايش؟ الاندوثيليوم تبعت ايش؟ تبعت الكابيلاري. بس هاي طبقات التنفس، يعني ما بتاشش، مش صعبات. سو the gas exchange between the alveolar air and pulmonary blood بده يمر من ايش؟ يمر من اغشيه. اوكي، وهاي الاغشيه ماشي بنسميها respiratory ايش؟ membrane. شو هم الريسبيراتوري ممبرين؟ قلنا هو جدار الحويصه الهوائيه، هاي واحد. الاندوثيليال وول، الاندوثيليال تاع الكابيلاري، وذير فيوز، وفي عندنا ايش؟ هاي المنطقه اللي بالنص بنسميها ايش؟ بنسميها البيزمنت ممبرين، اللي بنلزق عليها ايش؟ الوول هذا مع الوول هذا. إذا there fuse and the basement membrane. بس هذول هاي respiratory membrane، يعني مش إشي صعب. وهذول respiratory membrane ربنا خلقهم very 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 thin. ليش؟ عشان يصير في عندنا عملية تبادل. وقلنا الغازات تقدر تخترق بسهولة لأنها hydrophobic، بتقدر يخترقوا بالديفيوجن إيش هاي الأغشية. طيب وربنا خلقها رقيقة مشان تسهل عملية إيش الانتشار. تخيل انه الريسبيراتوري ممبرين هذول يصير فيهم اي مشكله. شو اي مشكله يعني؟ يصير في عندنا فيهم اي مشكله، مثلا سماكتهم تزيد، مثلا سماكه هاي زادت عن طبيعي، راح ياثر على عمليه الانتشار. نعم راح ياثر على عمليه الانتشار 100% راح ياثر على ايش؟ على عمليه الانتشار. فمهم جدا انه الريسبيراتوري ممبرين يكونوا طبيعيين، سو والثكنس تاعتهم والسمك تاعتهم تكون ايش؟ طبيعيه. سو وان فاكتور
من العوامل اللي بتأثر على الديفيوجن اللي هي سماكة الريسبيراتوري ميمبرين. As membrane thicker، كل ما كان الممبرين أكثر سماكة كل ما قل إيش، كل ما قل أو إيش صار أبطأ عملية إيش، عملية الديفيوجن. طيب شو المشاكل؟ في مشاكل شائعة بالطب بتسوي الممبرين بتسويه ثيكر وبتقلل عملية الديفيوجن، زي شو؟ زي السوائل على الرئة، ماشي، السوائل على الرئة بنسميها بالمونري إديما. شو بنسميها؟ بالمونري إديما. بصير في عندنا سوائل هنا على الرئتين، ماشي، بتتكون طبقة، فالسماكة راح تزيد، فالسماكة راح إيش، فالسماكة راح تزيد، هاي راح تقلل عملية الديفيوجن. إذا في عندنا الإديما، بالمونري إديما بيأثر على السماكة بيزيدها فبقلل عملية الديفيوجن. أو بصير في عندنا في شيء ثاني اللي هو تشمع الكبد، أو عفوا تشمع الرئتين. تشمع الرئتين راح يحول إيش، راح يحول في بعض الطبقات يحولها لا إيش، لا فايبروز، لألياف. يصير في عندنا ألياف، فالسماكة راح تزيد ونفس الشيء راح يقل إيش الديفيوجن، راح يصير لور. أوكي، يعني هاي الفكرة في بالموضوع، إنه الفكرة على الثيكنس تاع إيش ريسبيراتوري ميمبرين كيف تأثيره على الديفيوجن. نروح على إيش، إشي اسمه ديد سبيس. ديد إيش سبيس، قبل ما نروح على الديد سبيس، واحدة عشان تفهموا شو يعني ديد سبيس. ديد سبيس اللي هي إيش، الفراغ الميت، الفراغ إيش الميت. قلت لكم في عندنا إيش، في عندنا هنا هاي فتحات الأنف، بنبلش من عندها صح، هاي إيش، هاي الفم، هاي الفرنكس، بعدين بننزل لتحت، ننزل في عندنا التراكية اللي هو لارينكس، فرنكس، لارينكس، التراكية، ماشي، التراكية بتعطينا رايت وبتعطينا ليفت، وبصيروا يتفرعوا تيعطينا آخر شيء برونكيولز، برونكيولز. هذول البرونكيولز يعطونا حويصلات هوائية، يعني درسهم كبار حويصلات هوائية مشان إيش، مشان الشرح، الفيولاي، الفيولاس، أوكي، الفيولاس، شايفين؟ واحنا قسمنا البرونكيولز، قلنا في عندنا برونكيولز قريبة بتعمل غاز اكسشينج اسمها ريسبيراتوري، وقلنا هذولا شو الثنتين نعتبرهم ريسبيراتوري زون صح، وقلنا انه من عند النوز لعند التيرمينال برونكيولز، هذول الاثنين، هذول ايش، هذا بنسميهم كوندكت، بس بيعملوا كوندكت يعني ايش، نقل، كوندكت زون. طيب شو جاب قصه ال شو اسمه، هلا احنا لما نيجي نتنفس هسه بالتنفس العادي، وانت بتحضر المحاضره او بتحضر قاعد اليوتيوب معي، انت قاعد تتنفس تنفس كويس هادئ، تنفس هادئ اترست. انت لما تاخذ شهيق قاعد بتاخذ 500 ايش، 500 مل. هذا التنفس الهادئ او الشهيق الهادئ بنسميه تايدل فوليوم. شو بنسميه؟ تايدل فوليوم، اللي هو الشهيق كمية الهواء اللي بتتنفسها او اللي بتطلعها خلال وقت الراحة. ادرس قديش كميتها؟ 500 مل. فتفرج انت بدك تفوت ايش، بدك تفوت، انا لون ثاني، بدك تفوت ايش 500 مل على ايش، على على ال ال على الجهاز التنفسي. تفرج 350 مل من هذول ال 500 اللي تنفستهم راح يروحوا على ايش، على الريسبيراتوري زون، ويعمل يصير في عندنا عملية ايش، تبادل. 150 ما راح يوصلوا لا ايش، لا ريسبيراتوري زون، راح يظلوا وين، بالكونتاكت زون. اوكي، هذولا ما راح يصير لهم عمليه تبادل، هذولا ما راح يصير عمليه تبادل. فهاي المنطقه الكونتاكت زون، لانه ما بصير في عندها عمليه تبادل، بنسميها ديد سبيس، منطقه ميته. قديش فيها؟ 150 مل. فهمنا هذا معنى ديد سبيس، هذا معنى ايش، ديد
ايش الديد سبيس. لو نرجع عليه نت اورز بقول لك مش كل الهواء اللي انت قاعد بتاخذه بروح كلياته على الالفيولاي تحت او بصير في عندنا عمليه غاز اكسشينج. في بعضه اللي هو تقريبا 150 مل ما بصير عمليه ايش تبادل له. اوكي طيب وين هذولا؟ هذولا بتلاقيهم بالكوندكتيف زون اللي هم زي التراكية في مكان بالبرونكال تري والاشياء النون ريسبيراتوري برونكيولز يعني زي التيرمينال برونكيولز هم نون ريسبيراتوري برونكيول ما بسوي عمليه تبادل. هذولا ما شوف في عندنا مناطق ايش مناطق بالالفيولس سان صغيره ديد سبيس بنسميها وفي عندنا فيسيولوجيكال ديد سبيس. هذولا كلياتهم تقريبا بنسميهم اناتوميكال الاناتوميكال ديد سبيس. هذول في عندنا هذا الالفيولار ديد سبيس وفي عندنا فيسيولوجيكال ديد سبيس بس احنا بنركز دائما على الاناتوميكال ديد سبيس. تقريبا قديش 150 ايش مل هذا نقصد فيه بالايش بالديد سبيس. هلا اونلي اير اونلي ذا اير ان ذا الفيولاي كان اكسشينج. فالكميه الهواء اللي راح يروح على الرئتين اللي هو 350 مل. فلو نجمعهم مع بعض هذول بده يعطونا ايش اللي هو التنفس وقت الهدوء اللي هو تايدال فوليوم اللي هو 500 مل نص لتر. اوكي نص لتر شو التايدال فوليوم بتقول لي هو الفوليوم او الفوليوم او الحجم الكلي للهواء اللي بيدخل من الخارج الى الداخل يعني بتتنفسه او بتطلعه او مشوه ديورينج ريست وقت الراحه. اما لما يكون وقت مش الراحه مثلا بتتنفس بقوه زي هيك هذا ما بقلب تايدل هذا بقلب شيء ثاني مش تايدل فوليوم. فركز معي وقت الراحه تاخذ نفس انت قاعد مش مفكر بنفسك بتاخذ نفس بسيط ايوه هذا اسمه ايش تايدل فوليوم اللي هو 500 ايش 500 مل يعني نص لتر. طيب عمليات التنفس بشكل عام في عندنا التنفسين تنفس خارجي وتنفس داخلي. التنفس الخارجي هذا التنفس اللي نتنفسه بناخذ اكسجين من الجو بنفوته على الرئتين بروح للدم والدم بنقله للخلايا. الخلايا بتاخذ ايش بتاخذ الاكسجين هذا بنسميه تنفس ايش تنفس ايش خارجي. التنفس الداخلي اللي هو التنفس الخلوي السيلولار ريسبيريشن لما الخلايا تكون طاقه هذا بنسميه ايش التنفس الداخلي اللي هو السيلولار ريسبيريشن. اوكي بنفرق بين مشان هيك بنسميه في عندنا تنفس خارجي وايش وتنفس داخلي. فالتنفس ال فعندنا التنفس الداخلي اللي هو السيلولار ريسبيريشن لما نكون ايش نكون انرجي بنفس الوقت شو بنكون ماء او CO2. فالفكره في عندنا تنفسين. طيب شوفوا عمليه التنفس تعتمد اعتماد وثيق على البريشر. شو يعني البريشر اللي هو الضغوط يعني مهمه عمليه الضغوط مهم نعرف الضغوط عشان نعرف عمليه التنفس. لولا اختلاف الضغوط ما بصيرش في عندنا عمليه ايش تنفس. اعطيكم مثال نعطيكم مثال خلينا اول شيء قبل ما اعطيكم مثال خلينا نعرف شو هم الضغوط وبعدين اورجيكم كيف ايش نربطهم مع بعضهم ليش كيف نربطهم مع بعض. في عندنا انترا بلورال بريشر هذا بتعرفوا اخذنا اللي هو البريشر تاع السائل الموجود بين الغشائين بين الفيزرال والبريتال صح. هذا قلنا بنسميه اسم ثاني اللي هو انترا ثوراسيك بريشر اللي هو ايش الضغط داخل ايش داخل البلورا الغشاء هو ايش الضغط الذي ينشأ من السوائل الموجودة في تجويف البلورة اللي هو غشاء ده تمام. هذا عرفناه هذا تتذكر وقلنا دائما بكون اقل من الضغط داخل الرئة. لو نيجي نتفرج هاي الرئة شايفين وهاي حويسلة هاي الرئتين الضغط داخل الرئتين او داخل حويسلات بنسميه انترا الفيولار او انترا بالمونري. الضغط داخل الرئتين air within the lung بنسمي intrapulmonary أو intraalveolar نفس الاسم. أوكي ودائما قلنا هذا بيكون أعلى من إيش البلورة. ليش ربنا شو الفكرة منها إنه ربنا خلاها أعلى من البلورة عشان ما يصير انكماش للرئتين وقت الراحة.
هلا في ضغط خارجي او الضغط الجوي، وكلنا بنعرف انه الضغط الجوي 670 مليمتر ميركوري، اوكي 70 ايش 760 مليمتر ايش ميركوري، هذول الضغوط. هلا شو الفكره بالضغوط هاي يا جماعه؟ شو الفكره بالضغوط؟ اذا اول شيء خلينا نرجع نحكي مع بعض. اذا كلنا صرنا نعرف شو الاتموسفيريك بريشر والالفيولار بريشر والايش انتربلورال بريشر، ماشي. قلنا انه الانترا انه الانترا بلورال بريشر عندها برايتل، هذا بنسميه برايتل، وهذا بنسميه فيزرال. برايتل وفيزرال، برايتل وفيزرال. هلا البرايتل قلنا هذا موجود على ايش؟ على إيش؟ يعني ملزق مع الاضلاع او التجويف الصدري. لما نيجي نتنفس، ركز معي، لما نيجي ناخذ الشهيق شو بده يصير؟ بدنا نسحب هذا الجزء، ماشي، بدنا نسحب هذا الجزء. شو بده يصير بالضغط جواه؟ بده قل ضغط البلورال، بده قل، فالرئتين بتصير تتوسع احساب مين؟ بتصير تتوسع احساب البلورا. فالرئتين او الانترا الفيولر، الرئتين بتصير تتوسع احساب البلورا، فراح يقل الضغط داخل الرئتين، اوكي، راح يصير اقل من مين؟ من الضغط الجوي. يعني مثلا بصير في عندنا هنا الانترا الفيولر بدل ما هو 760 بصير 759 مثلا، 59. هنا الضغط بصير الانترا الفيولر، الضغط داخل الرئتين اقل من الضغط ايش؟ اقل من الضغط اللي الجوي. فالهواء بده يدخل للداخل، يعني بده يجي من برا لجوا. فبنتنفس، ناخذ ايش؟ تنفس. فتفرج كلياتها لعبه بالضغوط، هاي عمليه الانسبيريشن. اذا شو عمليه الانسبيريشن؟ الانترا بلورال راح يقل، الانترا الفيولر راح يقل، او الضغط الداخل الرئتين راح يقل، فبده يصير مقارنه مع الاتموسفيريك هو اقل. فالهواء بينتقل من الضغط العالي للضغط ايش؟ المنخفض، يعني من برا لجوا. فبصير في عندنا عمليه ايش؟ عمليه اللي هي الشهيق. هاي عمليه ايش؟ الشهيق، اوكي. طيب بالنسبه ل هاي الشهيق، اذا بعمليه الشهيق خلينا نحط ببالنا عمليه الانسبيريشن، عمليه الشهيق انه عندنا الانترا بلورا، او خلينا خلص نقول الانترا الفيولر، او اسم ثاني لها اللي هي انترا بالمناري، صح؟ بكون ايش؟ بتكون اقل من الاتموسفيريك بريشر، اقل من الاتموسفيريك ايش؟ بريشر. مشان هيك الهواء بدخل للداخل، اوكي، بدخل للداخل. بعمليه الاكسبيريشن بصير العكس، التجويف الصدري او القفص الصدري، انت لما تعمل شهيق راح يفوت لجوا ايش؟ التجويف الصدري، فراح يضغط على ايش؟ الرئتين، يزيد الضغط داخل الرئتين، فالضغط داخل الرئتين بصير اعلى من الضغط الجوي، فمشان هيك الهواء اللي داخل الرئتين راح يطلع لايش؟ لبرا، للضغط الجوي. خلينا نحكي اكسبيريشن. في حاله الاكسبيريشن، في حاله الاكسبيريشن بكون الانترا الفيولر بريشر بكون اعلى من الاتموسفيريك ايش بريشر، بكون اعلى من الاتموسفيريك ايش؟ اتموسفيريك بريشر. فمشان هيك الهواء بيطلع لبراها، بنسميه زفير، اوكي، بنسميه زفير. فاللعبه لعبة بالضغوط، اوكي. طيب هلا اذا جبنا في شيء عندنا ترانسبالمونري بريشر، بقيس لنا ايش؟ بقيس لنا اللي هي مرونه الرئتين. طبعا الرئتين لازم تكون مرنه، سيرفس تنشن ما عندها، ماشي، لانه قلت لكم السيرفس تنشن بخليها تعمل كولابس، فلازم ايش؟ وضع طبيعي ما عندنا سيرفس تنشن، او نقلل السيرفس تنشن للحد الطبيعي، ماشي، عشان تصير ريكويل، يعني لما بوقت الشهيق تتوسع الرئة
تقدر ترجع بسهولة. ماشي، هذا بنسميه ريكويل، لما تتمدد ترجع بسهولة. هلا شو اسمه هذا الاشي بنسميه هسه هناكي عن الريكويل بريشر اللي هو ترانس بالمونري بريشر. كيف منقيسه؟ هذا الاختلاف بين الالفيولر، بين الضغط على الغشاء من الرئتين وايش والضغط من هاي الجهة. فهو الفرق بيناتهم، يعني الفرق بين الانترا الفيولر بريشر ناقص الانترا بلورال ايش بريشر ناقص ايش الانترا بلورال ايش بريشر. وين راحت؟ خلنا اورجيكم اياها عشان ايش نكون عارفينها. شايفين في عندنا هيك وفي عندنا عليه، فالديفرنس بيناتهم انترا الفيولر بريشر ناقص ماينس الانترا بلورال ايش بريشر. ماشي، انترا ايش بلورال ايش بريشر. شو يعني بنسميها ترانس ميورال؟ كمان ترانس ميورال بريشر لانها ايش هو الضغط على ايش الضغط اللي يمارس على طول ايش على طول جدار الرئه، على طول ايش جدار ايش الرئتين. هاي بالنسبه لمين؟ هاي بالنسبه للترانس بالمونري بريشر. ماشي، او ترانس ميورال بنسميه ترانس بالمونري او ترانس ميورال. عشان نشوف ايش مرونة الرئتين، نشوف ايش مرونة ايش الرئتين. فهو the difference between outside and inside more than that means the lung expand more. يعني هذا بدلنا على المرونة. ماشي، انه بتقدر ايش تتوسع اكثر او ايش وترجع لوضعها الطبيعي. فهذا بدلنا على المرونة. فthe difference between outside and inside the pressure outside the lung and inside the lung. قلت لكم في عندنا نوعين من التنفس، في عندنا external respiration internal respiration. قلت لكم internal respiration هيو جوا لما يصير في عندنا عملية إنتاج للطاقة. ماشي، يصير في عندنا عملية إنتاج للطاقة اللي هي نفس cellular respiration داخل التشيو، بتأخذ أكسجين وبتطلع ثاني أكسيد الكربون. هاي بالنسبة للإنترنال ريسبيريشن. هلا كيف نفوت الأكسجين؟ طيب عملية الإنسبيريشن أول شيء أول مرحلة اللي هي فنتيليشن، اللي هو بالمونري فنتيليشن، تهوية عم نفوت هواء. ماشي، بالمونري فنتيليشن. ثاني شيء عملية ديفيوجن، عملية انتشار غاز ديفيوجن عن طريق الريسبيراتوري ميمبرين. ماشي، بعدين بصير في عندنا شو اسمه بلد او ترانسبورت نقل. بعدين في عندنا هنا ايش اكسشينج. شايفين هاي مراحل ايش الاكسترنال، مراحل الاكسترنال ريسبيريشن، فنتيليشن، ديفيوجن، ترانسبورت، اكسشينج. بعديها راح تصير في عندنا ايش انترنال ريسبيريشن. هاي المقصود فيه. هلا في عندنا شيء اسمه فنت ايش بالمونري ايش فنتيليشن. ماشي، او تهويه الرئه. تهويه الرئه بالدقيقه طبعا تنقاس. تهويه الرئه يعني هي ايش اللي هو الهواء راح يفوت ويطلع من الرئتين في الدقيقه. شايفين الالفيولر فنتيليشن اللي هو الهواء اللي راح يوصل فقط لمين؟ راح يوصل فقط للحويصلات. احنا بنعرف لو مثلا قلنا الهواء فوتنا 500 مل راح يفوت للرئتين، فالبالمونري 500 مل. اما للحويصلات 350 بكون انتهى الفوليوم، انتهى الفوليوم بوصل للحويصلات 350. ماشي، اما لما نحكي للبالمونري فنتيليشن تهويه الرئتين كامله بنحكي 500 لو تايدر فوليوم كامل. هاي بالنسبة لمين؟ لعملية الإكسبيريشن أو الإكسترنال ريسبيريشن والإنسبيريشن. روح على السيرفاكتنت. السيرفاكتنت شرحت لكم قصته، قلت لكم السيرفاكتنت هو ميكستشر، هو مزيج من الفوسفوليبيد والبروتين وإيش والأيونز، زي إيش دايبلا إيش ميتويل فوسفاتادايل كولين. أوكي، هاي ايش هاي بنسميها ايش الكومبلكس ميكستشر اللي هو السيرفاكتنت. مهم جدا تحفظوا اسمه. البنفرز من تايب 2 حكيت لكم وظيفته يقلل لنا ايش السيرفيس تنشن، لانه راح يكون طبقه ايش على طبقه على الطبقه السائله الموجوده داخل الحويصلات الهوائيه عشان تقلل ما يصير في بينها وبين الهواء ايش كونتاكت بين الماء وبين الهواء عشان ما يصير في عندنا ايش سيرفستنشن. فبتمنع ايش
تمنع انه يتقابل الهواء مع مين؟ مع الماء. طيب اذا هيك، اذا انه قللت لنا السيلف استنشن، اذا هي راح تسوي لنا ايش؟ راح يكون في عندنا زياده بمطاوعه الرئتين. شو يعني مطاوعه الرئتين؟ تفرج كيف انه الرئتين بتصير اسهل انها ايش؟ تتمدد بسهوله. هذا بنسميه لانج كومبلينس. يعني اذا قل السيلف استنشن، اذا قل السيلف استنشن بيزيد الكومبلينس. اوكي، وبنفس الوقت اذا قل السيرفس تنشن راح ايش؟ راح نمنع الالفيولار كولابس، ما راح يصير في عندنا ايش؟ الالفيولار كولابس. اوكي، فمشان هيك لو نيجي نتفرج هنا في عندنا مثالين without surfactant ومع السيرفاكتنت. نتفرج مع السيرفاكتنت حتفوتنا هواء، الجزيئات راح تنجذب لبعضها من كل الاتجاهات. تفرج هون كانت بعيد عن بعضها بالاوبن، لما فوتنا هواء جزيئات الماء تفرج شلون صار لها ايش؟ انكبشت وصار كولابس. اما السيرفاكتن بيجي بيكون طبقه، شايفين طبقه، قلنا هاي طبقه فيها طبقه دهنيه تقريبا، لانها اغلبها اللي هو فوسفوليبيدز وبروتينز وبعض الايونز. ماشي، هاي الطبقه بتحمينا من الانترفيس عشان نمنع السيرفس تنشن او نقلل السيرفس تنشن، ريديوسينج نقلل السيرفس تنشن. كيف بنقلل السيرفس تنشن؟ بنمنع قدر الامكان الاتصال بين الماء وايش؟ والهواء. اوكي، سو شو معنى لاين كومبلينس؟ قلنا هو عكس السيرفس تنشن اللاين كومبلينس، انه قدره الرئتين انها تتمدد، هاي بنسميها كومبلينس المطاوعه يعني. ماشي، اللي هي بنسميها المرونه الاستيسيتي. ف how easy lung can expand معناه توسع. اوكي، عشو بيعتمد الكومبلينس؟ قلنا من احد اسبابها اللي بيعتمد على السيلف استنشن، يقل السيلف استنشن بتزيد الكومبلينس، علاقتهم ايش؟ عكسيه. طيب غير هيك، زياده الالياف المرنه اللي موجوده بالايش؟ بالرئتين بيزيد لنا المطاوعه. سو اللنج ايش؟ الاستيسيتي. اذا زادت اللنج الاستيسيتي راح يزيد ايش؟ راح يزيد الكومبلينس. اذا قل السيرفس تنشن راح يزيد الكومبلينس. يعني هي علاقتها، علاقه الالاستيسيتي مع الكومبلينس علاقه طرديه، علاقه السيرفس تنشن مع الكومبلينس علاقه ايش؟ علاقه ايش؟ عكسيه، السيرفس تنشن مع الكومبلينس. طيب سو قلنا الالاستيك بيهافير، المرونة تاعت الرئة. ماشي، كمان المرونة تاعت الرئة بتعتمد على الالفيولر ايش؟ الالفيولر ايش؟ تنشن. في ظل نقطة ما حكيناش، اللي هي flexibility of the chest، يعني يكون اللي هو chest wall اللي هو جدار الصدر. ماشي، الصدر الانسان ما يكونش فيه مشكلة. ماشي، ما يكونش مثلا عضلاته فيها مشكلة، تكون flexible، يكون مرن. هاي كمان بيساعد بالكومبلينس بالمطاوعة، مطاوعة الرئتين، لانه بصير التجويف الصدري بصير بشكل سهل يتوسع، فتتوسع الرئتين بشكل سهل. فالكومبلينس بيعتمد على هذول الشغلات. اوكي، هلا نرجع للمرونه. كمان المرونه او الالاستيك، المرونه بشكل عام بتعتمد كمان، بتعتمد على ايش؟ على السيرفس تنشن. كيف بتعتمد على السيرفس تنشن؟ تفرج هنا، اذا كان في عندنا سيرفس تنشن عالي المرونه بتكون قليله. ماشي، زيها زي الكومبلينس، يعني العلاقة بين السيلف استنشن والإلاستيسيتي علاقة عكسية. So lower compliance، ماشي، بكون greater إيش؟ greater سيلف استنشن. فتدفق الهواء بكون إيش؟ فيه مشكلة تدفق الهواء، لأنه قلل المطاوعة بقل تدفق الهواء، السبب إنه زاد السيلف استنشن. العكس تماما إذا إيش؟ إذا قل السيلف استنشن. أوكي، وقلنا إنه دائما العلاقة بين المرونة، مرونة الرئة والمطاوعة علاقة طردية. طيب العلاقة بين السيلف استنشن والكومبلينس علاقة ايش؟ علاقة عكسية. لعاد هذا بخلينا نستنتج انه العلاقة بين السيلف استنشن ومرونة الرئة هي علاقة ايش؟ علاقة عكسية برضو. فاذا بدنا نحسب اللانج كومبلينس هو الاختلاف في الحجم على الاختلاف في الضغوط داخل وخارج ايش؟ الرئتين، اللي هو ترانسميورال.
ماشي، اللي هو ترانس ايش الترانسميورال، اللي هو تشينج بالفوليوم على تشينج بايش بالبرشر. طيب اوكي، في عندنا شيء اسمه ريسبيراتوري ديستريس سندروم، بصير دائما غالبا بصير بالبريماتشور بيبي، اوكي يعني الاولاد بالولدوا قبل شهرهم. هلا خلينا نحكي، خلينا اربط لكم الموضوع مع بعضه. قلنا السيرفاكتنت مهم جدا في عمليه تقليل السيرفس تنشن، ماشي، عشان يصير في عندنا ايش، ما يصير للالفيولا يصير لهم كولابسنج. هلا السيرفاكتنت هذا احنا واحنا ببطون امهاتنا بنولد او بصير يتكون هذا السيرفاكتنت بالشهر السادس للشهر السابع من الحمل، من حمل امنا، اوكي. فتخيل انه الاولاد يعني ببلش من الشهر السابع حتى، اوكي من الشهر السابع، تخيل الاولاد يصيروا ينولدوا قبل العمر هذا، يصيروا السابع والسادس، الشهر السابع او السادس ينولدوا. اذا بنولدوا بكون السيرفاكتنت لسه مش موجود عندهم، لسه مش متكون، فالسيرف استنشن عالي عندهم، فبصيبهم ايش مشكله او متلازمه التنفس، ضيق التنفس، متلازمه ضيق التنفس اللي هي ريسبيراتوري ديسيس سيندروم. شو السبب؟ السبب انه السيرفاكتنت لسه مش متكون، فالسيرف استنشن تكون في عالي، فالرئتين راح ينكمشوا، فالمطاوعه بتكون قليله والرئتين راح ينكمشوا. هذا انكماش الرئتين بشكل عام او مجموعه كبيره من الالفيولار ينكمشوا، هذا بنسميه اتلاكتسيس، يعني الرئه لما تنكمش بنسميها اتلاكسيس، اوكي اتلاكسيس. فالفكره بالموضوع انه ما عندناش كميه كافيه من ايش، من السيرفاكتنت. زي هيك الاولاد هذولا بنوديهم مباشره على الخداج، بنعطيهم ايش اكسجين بضغط عالي وبنعطيهم سيرفاكتنت مصنع، تمام. طيب فالفكره بالموضوع قلت لكم البنولد قبل وقته ما بكون في عنده سيرفاكتنت، الرئتين او تركيب الرئتين بكونوا كمان مش ناضجين كفايه، فهذا راح يقلل اللنج كومبليانس وراح يصير في عندنا اتلاكسس وكولابسنج، اوكي. طيب اذا صار اتلاكسس يعني ما راح يتنفس بشكل كويس، يعني كميه الاكسجين بالدم راح تقل، هذا بنسميه هايبوكسيا. هايبوكسيا كميه الدم او كميه الاكسجين بتقل. اذا قل كميه الاكسجين، الاوعيه الدمويه لا الاوعيه الدمويه الرئويه راح تصير تنقبض، واذا انقبضت راح يزيد الضغط ايش، الضغط الوريد او الضغط الرئوي، راح يزيد الضغط الرئوي وراح يقل بالاخر ايش كميه الدم الرايحه للرئتين، ماشي، راح تقل كميه الدم ايش الرايحه للرئتين. فمشكله بتزيد مشكله، بتصير مشكله بتزيد ايش، بتزيد مشكله. اذا الهايبوكسيا شو بتعمل؟ بعد من الفاز كونستريكشن يصير ليد تو ذا هايبرتنشن، اللي هو الضغط الرئوي، والضغط الرئوي هذا بقلل تدفق ايش، تدفق الدم في الشرايين الرئويه او في الاورده الرئويه، وهذا راح يزيد الطين بله. ليش؟ لانه اصلا ماشي، لانه اصلا عندنا اصلا مشكله بالتنفس، مش قاعدين ناخذ ايش تنفس. فهذا الريسبيراتوري ديستريس سندروم بالبريماتشور بيرث اللي بيعتمد على ايش، على السيرفاكتنت. نرجع للضغوط، نرجع لايش، للاير فلو، قلنا ايش على الضغط ايش، على او تدفق الهواء، على ايش، على تدفق الهواء. على تدفق الهواء قلنا عمليه التنفس او عمليه تدفق الهواء بتعتمد على ايش، اختلاف الضغوط، على البريشر جريدينت، اختلاف الضغوط بين برا وايش وجوه، بين برا وجوه. فبتعتمد على الديفرنس بين اتموسفيرك، بتعتمد على اختلاف الضغوط بين الضغط الجوي والضغط داخل الرئتين، اوكي. كل ما سوينا الاختلاف اكبر كل ما كان تدفق الهواء اكبر، اوكي. فمور ديفرنس بالبريشر مور ايش اير فلو للداخل، اوكي. مين بيساعد بعمليه الاختلاف في الضغوط؟ اللي هم ايش، عضلات التنفسيه الرئيسيه، ماشي، راح يساعدونا بايش، بانه وكمان بيساعدنا اللي هو الثوراسيك كيج، اللي هو القفص الصدري والرئتين، مرونه الرئتين كمان ممكن تساعدنا.
فمشان هيك خلينا واحدة واحدة، أوكي واحدة واحدة. في حال إنك أنت ما بتتنفس، اتفرج علي، في حال إنك أنت ما بتتنفس، الأتموسفير خلاص، الأتموسفير ده صير أكتبه هيك AT، أوكي أتموسفيرك برشر. الضغط الجوي بكون يساوي الضغط الانترابالمونري. هاي أنت مش قاعد بفوت هوا. إذا متى نو اير فلو، لما ما يكون مش فيش تدفق للهواء لا للداخل ولا للخارج، بكون ايش؟ بكون الاتموسفيرك يساوي ايش؟ الالفيولر. اوكي طيب، في حال بدنا نعمل عمليه ايش؟ شهيق انسبيريشن، شو قلنا؟ راح يتوسعوا ايش؟ القفص الصدري، راح يتوسع الانترابالمونري ويقلل الانترابالمونري، بدال ما هو 760 تصير 700 مثلا، وقلنا 59، يعني تصير سالب واحد مقارنة بإيش؟ مقارنة بالخارج. فهذا بنسميه صار في عندنا نيجاتيف برشر، صار في عندنا نيجاتيف برشر، يعني ضغط سالب. سالب يعني أقل من إيش؟ أقل من 760. يعني إذا اعتبرنا 760 الصفر تبعنا، الصفر تبعنا، ف 759 هي اقل من الصفر بسالب واحد. اوكي فكون ايش؟ ضغط ايش؟ ضغط سلبي. هون اشوف في عندنا مقارنه مع الخارج، الخارج اللي هو ضغط ايجابي، فالهواء ينتقل من الضغط العالي للضغط ايش؟ المنخفض، فالاير فلو للداخل تصير، ماشي، تدفق الهواء للداخل. هاي في حاله الانسبيريشن، في حاله الانسبيريشن. فالنيجاتيف بريشر بكون اقل من الضغط الجوي، هاي معنى النيجاتيف بريشر. طيب في حالة الإكسبيريشن، في حالة الإكسبيريشن بده يزيد الضغط، بده قل التجويف الصدري، فراح يزيد الضغط على الرئتين، فالإنترابالمونري بده يصير 700 مثلا و61، يعني بده يصير موجب واحد أكثر بواحد من الأتموسفيرك، فبده يصير في عندنا بوزيتيف بريشر. فالبوزيتيف يعني بوزيتيف أعلى من الضغط الجوي، النيجاتيف يعني أقل من الضغط الجوي، فالهواء راح يتدفق للخارج في حالة الإكسبيريشن. هاي الفكرة باختلاف الضغوط، قديش أنا بعمل فرق بالضغوط هذول، قديش أنا بعمل إيش؟ عملية إيش؟ عملية أو تدفق، عملية تدفق. أوكي سو كمان في عندي عملية المقاومة، مقاومة الهواء indicate the force، هي قوة to inflate require، مهمة ايش؟ for to inflate or deflate، اوكي للانفليت والديفليت. اذا صار في عندنا يعني بتأثر كثير على عملية الانفليشن، انفليشن انسبيريشن، ديفليشن اكسبيريشن، يعني عملية تدخيل الهواء للرئتين، انفليشن ديفليشن اخراج الهواء. اوكي إذا صار في عندنا مقاومة أكثر، more resistance بالجهاز التنفسي، more force بصير، إذا الرئتين فيها مقاومة أكثر بصير في عندنا بدنا قوة أكثر مشان نقدر نوسعها للرئتين. So more resistance more force، بدنا قوة أكثر عشان نعمل توسع الـ expansion or deflation. فبيأثر عندنا resistance، المقاومة بتأثر عندنا. So air flow، عملية التدفق الهواء يتناسب تناسبا عكسيا مع ايش؟ مع الريزيستنس، مع ايش؟ مع الريزيستنس، مع المقاومة. So more resistance less ايش؟ less flow. طيب بالنسبة نربط بين المقاومة وايش؟ والاير فلو. خلينا نربط بين المقاومة والاير فلو، اللي بدنا نربط بيناتهم اللي هو الاير واي ريزيستنس. مين المسؤول عن الاير واي ريزيستنس، عن المقاومة في شو اسمه، في الجهاز التنفسي؟ اللي هو ايش؟ نصف قطر او قطر ال شو اسمه، المجرى، مجرى الهوائي او البرونكيولز. وقلنا المجرى الهوائي اللي بيتحكم فيه السموث مصل، اللي هم العضلات ايش؟ العضلات الملساء. هاي العضلات الملساء الموجوده بالبرونكيولز بحاله استنبثتك شو بصيرها؟ برونكو دايليشن، يعني بيتوسع، بده يتوسع ايش؟ بده يتوسعوا القصيبات الهوائيه، فبده قل الريزيستنس. اوكي
وإذا قل الريزيستنس راح يزيد الاير فلو، راح يزيد تدفق ايش؟ تدفق الهواء. بحالة الباراسم مثلا تصير برونكو كونستريكشن، وبحالة برونكو كونستريكشن راح يزيد الريزيستنس ويقل ايش؟ الفلو. راح يزيد الريزيستنس وايش؟ ويقل ايش هون الفلو. فهي العلاقة بين ايش؟ الريزيستنس والفلو. نرجع مرة ثانية نأكد على ايش؟ نأكد على سلافة ايش؟ الانسبيريشن والاكسبيريشن وسلافة الضغوط هاي اللي حكيناها. في عندنا تهوية الرئتين. طيب ممكن نحسب تهوية الرئتين قديش ممكن يفوت لنا كمية هواء، او قديش كمية الهواء بالدقيقة هوت لنا الرئتين؟ يس، البالمونري فنتليشن، تهوية الهواء، قديش فات لنا في التنفس الواحد؟ كان يفوت لنا 500 لو تايدال فوليوم. قديش عملية احنا قديش نقدر نتنفس بالطبيعي؟ تقريبا من 12 ل 18، فدائما ناخذ 12 احنا. اوكي، قديش كم تنفس في الدقيقه؟ اوكي، وعندنا كميه في التنفس الواحد 500، فبنقول 500 ضرب 12 ويساوي تقريبا 6000 ايش؟ 6000 ملي لتر كل دقيقه. هاي بنسميها البالمونري ايش؟ فنتليشن ريت، ريت اللي هو معدل تهويه الرئتين. اوكي، فدائما البالمونري فنتليشن بيعتمد على شغلتين، على التايدال فوليوم وعلى ايش؟ الريسبيراتوري ريت. شغلتين، على التايدال فوليوم وعلى الريسبيراتوري ريت. فشو يعني الريسبيراتوري ريت؟ هي كميه التنفس في الدقيقه. في الناس العادي، الاشخاص البالغين من 12 ل 18، وبالصغار ممكن عادي نلاقي من 18 ل 20 في التنفس في الدقيقه. بالنسبه للتايدال فوليوم حكيت لكم هو 500 ملي للناس البالغين، 500 ملي بير بريث كل تنفس واحد. اوكي، اذا بدنا نطلع البالمونري فنتليشن ريت، اذا بدنا نطلعه نضرب التايدال فوليوم بايش؟ نضرب التايدال فوليوم بايش؟ بالريسبيراتوري ريت، بنطلع الريت اوف ايش؟ بالمونري ايش؟ فنتليشن. سو البالمونري فنتليشن الريسبيراتوري ريت ضرب التايدال فوليوم 12 ضرب 15 6000 مل بير مينت. اوكي، 6000 مل بير مينت. لو نيجي نتفرج على هون حاط لك التايدال فوليوم، ماشي، وهون حاط لك التايم. في حاله الشهيق كميه الهواء اللي بدها تفوت بدها ايش؟ راح يزيد عندنا المنحنى، يعني كمية التايدال فوليوم راح تزيد مع ايش؟ مع الشهيق، حتى توصل للقمة اللي هي 500. ماشي، التايدال فوليوم راح يقل بحالة الزفير. اوكي، بحالة ايش؟ الزفير. فهذا اللي بيمثله ايش؟ هذا الكيرفات، يعني مش هالشيء العظيم. لو نيجي هنا الضغط في حالة الانهيليشن، الضغط بيكون جوات الرئتين، قلنا بنخليه نيجاتيف قليل، صح؟ عشان يكون مقارنه مع الضغط الجوي ايش؟ قليل يكون داخل الرئتين، عشان الهواء يدخل من ايش؟ من الضغط من الجو الى داخل الرئتين، فبيكون الضغط قليل. في حاله الاكسبيريشن بنسوي الضغط جوات الرئتين كبير مشان الهواء يطلع. اوكي، فهي بتمثل الضغوط. اوكي، طيب شو التايدال فوليوم؟ هاي مره ثانيه بالمونري فنتليشن، التايدال فوليوم هو كميه الهواء اللي دخلت وطلعت من الرئتين في ايش؟ في تنفس واحد طبيعي. طبيعي يعني ايش؟ مش مجهود كنت تسوي، كنت تتنفس عادي بشكل طبيعي. اوكي، الانهيليشن، عمليه الانهيليشن، عمليه الشهيق اير والانتر ذا بودي، يعني بيصير عندنا شهيق. قلت لكم الانترا بالمونري او الانترا الفيولر بكون اقل من الاتموسفيريك، فبكون يعني نيجاتيف بريشر، فمشان هيك راح يدخل. خلاص، فيش داعي اقعد اشرح كل واحد الكيرف تاعه وشو القصه تبعته. اهم شيء هذول النقاط انك تكون فاهمهم. اهم شيء هذول دوسلك عنه. بالاكسليشن شو بتصير؟ الانترا بالمونري اكبر من الاتموسفيريك، فبكون بوزيتيف مقارنه مع ايش؟ مع الجو، مقارنه مع ايش؟ مع الجو. شوفوا، في عندنا عضلات ايش؟ عضلات muscles of inspiration، في عندنا muscle inspiration، في عندنا muscle للايش؟ للexpiration. muscle للinspiration
ومصل للإيش؟ للإكسبيريشن. في عندنا عضلات للشهيق وعضلات للزفير. أوكي؟ عضلات للشهيق وللزفير. شوف، في عندنا عندنا الدايفرام والإكسترنال إنتركوستال. هذول عضلات لل rest inspiration. شو بنسميه rest inspiration؟ شو يعني rest inspiration؟ يعني التنفس الهادئ، التنفس الهادئ، أو تنفس تعمين، أو بنسميه normal tidal inspiration نفسه. يعني العضلات المستخدمة من normal tidal inspiration اللي هو diaphragm والإكسترنال. أما إذا بدنا forceful inspiration، إذا بدنا تنفس قوي جدا، لازم نستخدم العضلات إيش مع الدايفرام، مع الدايفرام والإكسترنال. راح نستخدم عضلات accessory muscles بنسميهم، عضلات مساعدة، اللي هم sternocleidomastoid والسكاليني مصل والسريتس anterior والبكتورالس major and minor. أوكي، هذول كلياتهم عضلات بنسميهم accessory muscles، راح يساعدوا يصير إيش forceful. إذا في حالة التنفس الطبيعي بس بنستخدم عضلتين مهمات، الحجاب الحاجز الديفرام والاكسترنال انتركوستال مصل، العضلات بين الاضلاع الخارجيه، العضلات بين الاضلاع، العضلات الخارجيه اللي بين الاضلاع. اوكي، وفي عندنا اخر شيء اللي هو اللارنجيال، ايش اللارنجيال مصلز. المهم في حاله الريست انسبيريشن تنفس الطبيعي بنستخدم ايش الديفرام والاكسترنال انتركوستال فقط. اوكي، لو نيجي على المصل ايش، على المسلز اوف اكسبيريشن، عمليه الاكسبيريشن بس طبعا الانسبيريشن راح نسوي عمليه انقباض بالانسبيريشن بالشهيق، راح نسوي عمليه انقباض ضد الدايفرام، الدايفرام راح ينزل ويوسع لنا تجويف الصدري، فراح يقل الانترابالمونري بالانسبيريشن. شو راح يصير؟ راح يقل هاي حكينا بالانهيليشن، راح يقل الانترابالمونري اقل من الاتموسفير، فراح يدخل الهواء. ماشي، هاي الكونتراكشن راح يصير كونتراكشن. بعمليه الريست او التايدل فوليوم اكسبيريشن فقط اعمل ريلاكس، فقط ريلاكس ريلاكس. مين نعمل ريلاكس؟ ريلاكس للديفرام، الديفرام ومين كمان؟ للديفرام وايش والاكسترنال، اعملهم ريلاكس بس، اتركهم خلاص، اتركهم لحالها الرئتين بترجع مكانها. اوكي، وبتعمل ايش، بتصير تضغط على بتزيد الضغط جوات الرئتين، يعني بيزيد الانترابالمونري بريشر، بصير بوزيتيف مور ذان الاتموسفيريك، فبيطلع الهواء للخارج. طيب اذا بنسوي فورسفول اكسبيريشن، بدنا نسوي تنفس قوي، بدنا نستخدم عضلات زي الانترنال انتركوستال اللي هم عضلات بين الاضلاع الداخليه، وفي عضلات البطن زي السكس باكس اللي هم ابدومينال ريكتاي، في ترانسفيرسس ابدومينس وانترنال اوبليك، هذول كلياتهم العضلات بيساعدوا بالفورسفول ايش، بالفورسفول اكسبيريشن، يعني ايش الزفير القوي. هلا هون بدنا نصير نشرح ايش، نشرح هلا عمليه الريست او النورمال، خلينا نحكي عمليه النورمال او الفورسفول انسبيريشن، الاثنين بنسميهم عمليات اكتف. ليش؟ شوفوا في عمليه النورمال انسبيريشن شو بتصير؟ احنا قلنا الدايفرام بده ينقبض وينزل لتحت، فشو بتصير؟ راح يوسع لنا ايش، يعني هو كان هون الدايفرام انقبض ايش ونزل لتحت، شو سوى؟ وسع لنا الرئتين. شو بده يقل؟ بده يقل الضغط، فراح يصير الضغط جوا الرئتين اقل من الضغط ايش خارج الرئتين. وبنفس الوقت الانتركوستال اكسترنال انتركوستال راح ايش، راح يوسعوا الرئتين من هاي الجانب،
فراح تتوسع الرئه راح يقل الضغط جواتها فالهواء راح يدخل في حاله الايش الانسبيريشن. هسه ليش سميناها اكتف؟ لانه استخدمنا عضله عملنا لها انقباض، عضلات استخدمنا عملنا لهم انقباض. لما عملنا انقباض استخدمت ايش طاقه، ما انها استخدمت طاقه بنسميها اكتف اوكي، لانها استخدمت طاقه. فهي النورمال ولا الفورسفول الاثنين راح يستخدموا عضلات الاثنين راح يصيروا فيهم ايش راح يصير فيهم راح يكونوا اكتف اوكي. طيب بالنسبه للاكسبيريشن اذا كان نورمال قلنا بحاله النورمال هو فقط ريلاكس لمين؟ ريلاكس ريلاكس للدايفرام، يعني راح نستخدم طاقه لا، فبنسميها باسيف في حاله ايش؟ هذا في حاله النورمال. اذا كان فورسفول لا، فورسفول راح يستخدم ايش؟ راح يستخدم ايش طاقه فبكون اكتف. فالاكسبيريشن النورمال اكسبيريشن بكون باسيف، بما بينما النورمال انسبيريشن بكون ايش اكتف. هاي هو الفرق بيناتهم غير اتجاه الهواء انه هذا للداخل وذاك للخارج. الشغل الثاني قلت لكم تكونوا حافظينها زي اساميكم، انه في حاله الانسبيريشن الانترا بالمونري بريشر اقل من الاتموسفيريك بريشر، يعني بكون نيجاتيف جوا فبدخل الهواء للداخل للرئتين اير تو ذا لانج، عكسها تماما من الايش عمليه الاكسهاليشن اوكي. فبهاي النورمال او هذا في حاله النورمال انسبيريشن دايفرام وانتر كوستال ماسلز بيصير كونتراكشن، بتزيد ايش التجويف الصدري فالرئتين راح تتمدد وراح يقل ايش البريشر ماشي، راح يقل البريشر انسايدر داخل الرئتين سالب 7.5 ايش سنتيمتر ايش، هي بتنقاس بسنتيمتر مائي يعني هيك بتنقاس، هي او تنقاس بالضغوط اللي هي مليمتر اوكي مور ايش نيجاتيف، يعني تصير في ان تقل الضغط يعني بالشكل العام. انسى الارقام هون هي بالشكل العام راح يقل الضغط داخل الرئتين فالهواء راح يدخل الى الداخل اوكي، راح يدخل الى الداخل. لو نيجي نتفرج هنا عمليه النورمال اكسهاليشن شو بتصير؟ اترك العضلات يعني ما بدك تنقبض بس اتركهم، شو تصير الرئتين ترجع مكانها لانه الضغط راح يزيد جوا الرئتين اكثر من الضغط ايش خارج الرئتين، فالهواء راح يخرج للخارج بدون استخدام طاقه، فمشان هيك حكينا عنها باسيف. فالدايفرام والانترنال انتركوستال او الاكسترنال انتركوستال ماسلز صار لهم ريلاكس، فوليوم اوف ثوراسيك راح يقل حجم التجويف الصدري، البريشر جوات الرئتين راح يزيد والهواء راح يطلع الى الخارج. سو في حالة الريستنج اكسبيريشن حكيت لكم فقط دايفراغم واكسترنال ايش واكسترنال انتركوستال ماسلز راح يصير لهم ريلاكس، فالرئتين راح تقل حجمها الفوليوم تاعها فراح يزيد البريشر والهواء يطلع للخارج، عكسها تماما عملية الانسبيريشن. وين راحت عملية الانسبيريشن؟ طيب خليها عكسها تماما عملية الانسبيريشن. فاحنا بنفصل بين الريستنج او النورمال اكسبيريشن والايش والفورسفول اكسبيريشن. نيجي نتفرج هنا، تفرجوا بحاله الانسبيريشن راح يصير كونتراكشن، يصير انقباض لحجاب الحاجز، وبنفس الوقت يصير في انقباض للاكسترنال انتركوستال فراح يتوسع. تفرجوا شو صار، اتوسع التجويف الصدري فقل الضغط في الرئتين فصار نيجاتيف بريشر فالهواء راح يفوت لجوا للداخل. بحاله الاكسبيريشن العكس تماما ماشي، بس هي احنا بنحكي النورمال اكسبيريشن ريلاكس للدايفرام وريلاكس الاكسترنال انتركوستال وانقباض شوي للانترنال انتركوستال فراح يقل التجويف الصدري راح يزيد الضغط جوات الرئتين وراح يصير في عندنا عمليه ايش اكسبيريشن، عمليه ايش عمليه اكسبيريشن اوكي. ففي عندنا هاي بالنسبه للاكسبيريشن بالنورمال. طب بالفورسفول اكسبيريشن بتكون اكتف لانه هون راح يتدخل الاكسسوري ماسلز تبعات ايش تبعات الاكسبيريشن، هاي الاكسسوري ماسل تاعت الاكسبيريشن، الاكسسوري ماسل تاعت الاكسبيريشن لو ابدومنا ريكتاي ايش ترانسفيرس ابدومنس، هاي ايش انترنال انتركوستال، هذول بنعتبرهم
هذول بنعتبرهم الاكسسوري ماسلز اوكي تبعين مين الاكسبيريشن. هذول اكسسوري ماسلز تبعين الاسبيريشن اوكي. في بالفوسفور الدايفراغم والاكسترنال انتركوستال راح يعملوا ريلاكس، بس بنفس الوقت راح يصير في كونتراكشن للابدومن والانترنال انتركوستال والاكسسوري ماسلز كامله، راح يقل حجم الرئتين اكثر واكثر من الطبيعي، فراح يزيد الضغط اكثر واكثر من الطبيعي، فراح يطلع الهواء بشكل ايش اكبر. انت حاول هسه اعمل اكسبيريشن قوي، اعمل زفير قوي، تفرجوا على شو العضلات اللي استخدمتهم وكيف صار بصدرك، انكمش صدرك، قل التجويف ايش صدري. لو نيجي نتفرج على 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 التجويف الصدري قبل التنفس كان ايش قليل، لما اجينا نسوي انسبيريشن الدايفراغم كونتراكشن والانترنال انتركوستال رفعوا، تفرج شلون للامام اللي هو اب اوتورد للامام وابورد للاعلى، فهيك بصير السهم. لما ينقبضوا الاكسترنال انتركوستال ماسلز بيرفعونا القفص الصدري او الثوراسيك كافيتي ابورد اوتورد اوكي، وبنفس الوقت الدايفرام بينزل لما يصير له كونتراكشن راح ينزل للاسفل، فراح يزيد مساحه التجويف الصدري، فراح يقل الضغط بداخله، فهيك بصير عمليه الانسبيريشن. الاكسبيريشن عكسه تماما، عكسه تماما. ولكن بدك تعرف في عندنا نوعين من الانسبيريشن، اذا قلت لك باسيف اكسبيريشن يعني تنفس او زفير طبيعي ما استخدمنا فيه عضلات، يعني عن طريق ريلاكسيشن فقط. اما الاكتيف لا استخدمنا له نفسه الفريسفول اوكي. ظل في عندنا الالفيولار فنتيليشن ايش فنتيليشن، ولكن خلينا نكتبهم بس على جنب. هنا في عندنا شيء اسمه بال مونري فنتيليشن ريت، بنسميها اسم ثاني اللي هي مينيوت ايش ريت. قلنا معدل تهوية الرئتين اللي هو تايدال فوليوم ضرب ايش كان ريسبيراتور ريت، معدل التنفس اللي هو التنفس تايدال فوليوم اللي هو التنفس عملية الهواء اللي بيدخل في تنفس واحد ضرب ايش عدد ايش عدد التنفسات الدقيقة، صح؟ هذا بنسميه ايش بالمونري فنتليشن ريت، او بنسميه مينيوت ريت اوكي. احفظوا الاسمين مينيوت ايش ريت. في عندنا نوع ثاني شيء اسمه الفيولر فنتليشن ريت، شو يعني الفيولر فنتليشن ريت؟ يعني التهويه اللي وصلت لايش لا 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 الحويسات الهوائيه. تتذكروا قلنا بالحويسات الهوائيه التايدال فوليوم 150 راح يظلهم بالديد سبيس ماشي، و 350 راح يفوتوا ايش راح يفوتوا للالفيولس. يعني مش كل التايدال فوليوم، ما بنقدر نحط كل التايدال فوليوم بايش بقانون الالفيولر فنتيليشن ريت في ايش معدل تهويه ايش الحويسات. فبتقول لي اول شيء تقول لي التايدال فوليوم نقص منه الديد سبيس بيطلع معنا ايش قديش اللي فاتوا على الرئتين في التنفس الواحد ضرب الريسبيراتوري ريت. هذا بنسميه ايش بنسميه الالفيولر فنتيليشن ريت. قديش التايدال فوليوم 500 صح، ناقص الديد سبيس قديش 150 يعني 350 ضرب ايش الريسبيراتوري ريت قديش قلنا اتفقنا على 12 ضرب ايش ضرب 12 اوكي زي هيك بتحسبها. فهاي هاي هاي اللي بنحكي عنه ايش. في عندنا الالفيولر فنتليشن سولفنا عن الالفيولر بريشر او الانترا الفيولر بريشر نفسه. في عندنا شيء اسمه الالفيولر فنتليشن ريت انه كميه الهواء اللي بتدخل بالمنت. خلاص عرفنا الاكسبيريشن والانسبيريشن ماشي، وكيف الهواء بيطلع ماشي.
فاحنا هون نروح على ايش؟ انه نحسب كميه او الالفيولر فنتليشن ريت. الالفيولر فنتليشن ريت قلنا كميه الهواء اللي بتصل للالفيولاي في الدقيقه، فهي عندنا ريسبيراتوري ريت او التنفسات في الدقيقه تايدل فوليوم ناقص ناقص الديد سبيس. اوكي ناقص الديد ايش سبيس. هاي هيك بالنسبة للجسم وبالنسبة للمحاضرة سهلة جدا. ظل عندنا آخر محاضرة إن شاء الله ومنخلص مادة الميد. يعطيكم ألف عافية.